ها يا حاج، قول لي بقى بصراحه ايه رايك فيا؟ ايش 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 ده صحيح، اديهني في العتاق. التريق يا اخويا التريق. لا لا مش بتريق ولا حاجه. قول يا ورده. ايه دول؟ دي النقطه بتاع سعيد، اديهم لعزيزه في ايديه. ايوه يا حاج، بس ده كتير قوي. كتير ولا حاجه، 10000 جنيه ان شاء الله يا اخويا يكونوا 100000. انا ما يهمنيش وما يخصنيش اللي بينك وبين سعيد، بينك وبينه، واحنا اتفقنا ان انا ما اتدخلش في اي حاجه. وقسما عظما يا حاج، انا لولا غلاوتك عندي اقسم برب العزه انا ما كنت دخلت بيت عزيزه ده ابدا. يا ورده، انا كان كل غرضي اهد الحيطه العاليه اللي بيننا وبينه، وبعدين ادوب التلج اللي بقاله سنين دي. لا الحيطه هتتهد ولا التلج هيدوب في غمضه عيني يا حاج. نفوس شايله ومعبيه من زمان، ومش بلمسة حنية منك هتمسح اللي حصل بأستيكا. خلاص خلاص، أنا ما كانش قصدي إن أنا أضايقك. ولا أنا كنت عايزة أتكلم معاك في الموضوع ده، بس أنت بقى يا أخويا اللي نكشتني. أيوه، أنا فكرة أنا هدور لك على حتة عريس مقنع أوي وأقتله قدامك. بس بقى يا بختك يا نور، خايفة أكون بحسدك يا بت. يا ست إحسادي، الحسد والقرد. ده حتى الفستان متأجر، الكن المعفن مهنش عليه يشتري واحد جديد، مع انه لاهف منهم مهر قد كده. طب بذمتك ما انتيش مبسوطة؟ بصراحة يا نعنع اني هموت من الانبساط. ده عشان انت طيبة وبنت حلال وقلبك ابيض زي البفتة البيضة، وتستاهلي واحد زي السعيد. السعيد بكرة لما يسددك ويهنيني هتنسيني وتنسي البيت والكن ونعنع، وتغرقي بقى لشوشتك في حياتك الجديدة. مش هيحصل يا نعمة. تعرفي أني من الحياة اللي انت عايشاها عرفت أنا ناوي أعمل إيه في حياتي. يعني إيه؟ مش فاهم. أني كل ما كنت أشوف الكن بيطول لسانه ولا إيده عليكي ولا وقفتك ليل ونهار في المطبخ ولا قعدتك على طشة الغسيل، كسر ظهرك في الترويق والتنظيف، ولا هم العيالي اللي ما بيخلص، كنت أقول لنفسي أني أموت، أموت ولا أعيش العيشة دي. ما تزعليش مني يا نعنى، أني ما أقصدش. والنبي يا بنت ما قصدي. يا ستي ولا قصدك، ما هي دي الحقيقة يا نوجة، أني مش عايشة. كل يوم بضحك على نفسي وأقول بكرة هيبقى أحسن، بس بكرة ده ما بيجيش، وباين إنه مش هيجي. بس هعمل ايه؟ مفيش قدامي غير اني استحمل رزالة اخوكي، هم البيت والعيال. ماني اللي متعلمة زيك ولا حيلة اللضا، وبصراحة حتى مش قادرة اموت نفسي. صبرة عايشة وخلاص. عشان كده خايفة أكون بحسدك. ما تزعليش بقى يا نعنى. وبعدين بقى يا بت، احنا هنقعد ننكد على بعض في يوم زي ده؟ ده يوم فرح، ده حتى في الوحش. ربنا يسعدك ويحميك، ده انت اختي يا بت، وان شاء الله ان شاء الله فرحك ده هيبقى اجدع فرح عرفته بورسعيد. ايوه كده.
خد يا لعجة. ايه دول؟ دول ال 200 جنيه حلال عليك. انت بترشينا يا سيد المعلمين؟ ارشيك ايه؟ هو انا عاوز منك ايه؟ يخرب بيت دي حكاية. يبقى انت بتديني تعويض عن وعدك ليا. الوعد اللي ما تمش. يا دي الفلوس دي كنت هطقم نفسي بيهم واشتري شربات. خلاص اعتبرهم هدية مني النوجة. بس بقول لها لو رجعت في كلامها ان العجة جاهز ومستني. ان شاء الله عنك ما خدتهم. انا غلطان اني سعرتك وعملت لك ساعه. يا خسرت البدله اللي اجرتها يا عجه. يخرب بيت دي حكايه. Thank you.
علي السحيح علي السلينة قلي مسي على كل الناس والوكالة ورجالة الوكالة والمهلمين واحلى سلام الحاكم اليدالة زي كل مرة. ايوه كل كلامك انت يا واد. خليت فيها خالتي ولا عمتي؟ ايه يا صبحي مزعل خالتك منك ليه؟ هو انا اقدر يا حبيبتي. ايوه يا اخويا. بوس ها. انا عايز اعرف يا واد، انت مش ناوي تغلى وتيجي تزورني في البيت ولا خلاص بقيت من هنا على مصر ومن مصر على هنا؟ ما هو ده بيته برضه يا ورد. شوف يا اختي ازاي. معلش يا اختي كنت ناسيه. طب اتفضلي يا حبيبتي، اتفضلوا يا بنات، اتفضلوا على ما نجيب لكم الشربات. للسوق وكمان معاه راس مال يبتدي بيه المشروع. حلو قوي عشان الشغل اللي على اصله يبتدي. بقول لك ايه يا عمنا؟ قول يا هادي. ممكن اسالك سؤال كده على جنب؟ هات اللي في بطنك كله يا قرش. اللي في بطني يا عمنا ان حكايه نفضي السوق ونزيح الناس دي من طريقنا شغاله بما يغزي العين ويملى النفوخ، بس مش عارف واقفالي في زوري بالعرض ومش قادر ابلعها. انت اكيد مغلول من سلطان من حاجه تانيه خالص. حاجه زي ايه بقى ابو الفتاكه؟ ما انا لو كنت اعرف ما كنتش اسال. ولو سالت مش هجاوبك. انت ليك اكل ولا بحلقه يا قرش؟ اكل طبعا. يبقى خلينا نشوف شغلنا. المحل بتاع الغول هو اللي عليه العين، قافله بقاله سنين. كان فاتحه زمان ورشة تحف واشغال فنية وحاجات من اللي بيعرف يعملها دي، بس مع هوجة الانفتاح الاقتصادي ما بقالوش زبون، قفلها وقعد في بيته. ده انت تاريخ السوق في عبك اهو. خلاص من الاخر ما
عايزني اعرض على الغول كام؟ اللي هو عايزه، من جنيه لمليون. للدرجه دي؟ بس اياك هو يوافق وما اصلكش. حكم الاشكال دي وش فقر زي الغراب النوحي تمام. المحل مش للبيع يا قرش. بقى حد يلاقي فرصة زي دي قدامه ويرفصها برجليه؟ أنا بقول لك حط الرقم اللي يعجبك. مكان قدامك بقاله أكثر من 30 سنة، اشمعنى يعني حلف نظرك النهاردة؟ ما أنا ما كنتش عارف إنه تابعك، وأول ما عرفت إنه تابعك جيت عشان أنفعك وتنفعني. تشكر يا سيدي، كان نفسي أنفعك، بس زي ما قلت لك المحل مش للبيع يا قرش. طب ما انت قافله بالك سنين وسنين، على فرحة ايه؟ ان يزيد تمنه؟ طب انا بقول حط التمن اللي يريحك. تاني هتقول لي السعر والرقم والتمن والفلوس؟ ما مش كل حاجة تتاقل بالفلوس يا قرش. انا ما فهمش الكلام ده، احنا في سوق يعني كل حاجة بيع وشراء، هات وخد، عرض وطلب. ما انا مش عايز اناقشك، انت اللي مصمم تمشي وتضرب دماغك في الحيط في اخرة الحارة السد. لا المحل يلزمني، مش هبيعه حتى لو اديت فيه كنوز الدنيا. ولعلمك الحاج سلطان عرض عليا اكتر من مرة يشتريه وانا رفضت ومش ده وارجع في كلامي. سلطان اللي مهنش عليه يعزمك في فرح ابن اخوه؟ انا ما بروحش افراح ولا معازي، وهو وغيره عارف كده. ها مش هبيع، مش هبيع يا قرش. يعني ده اخر كلام عندك؟ ومش هغيره يا قرش. لو غيرته يبقى لغيني. ما بغيرش يا قرش، يا ريت تاخد الباب وراك وتسيبني في حالي. بعدين معاك يا عطا، كفاياك يا بنتي، حرام عليكي نفسك. كفاية كفاية حبيبتي. طب يلا يلا تعالي 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 حبيبتي، قومي حبيبتي، قومي معايا قومي معايا. الذمة ده كلام يبقى تحت أكل ببلاش وشرب ببلاش ومرقصة ببلاش، وإحنا حبة عيني اللي متحرج علينا نطلع حتى بره الباب هنا. خلي عند اللي خلفتك ده، مش شايف اختك شكلها ايه؟ ما هي اللي جابته لنفسها، لو ما كانش راحت للكن وقالت له ان اخته هنا ما كانش كل ده حصل. وحيد الله وحيد الله يا قطم، وصلي على النبي. ده انت لو شاورت بصباعك كده هتلاقي الرجاله كلهم كده بالطوابير، وكلهم برقبه اللي خلفوه. معلش اصل اصبعها وجعها. مالك يا حبيبتي؟ مخنوقة؟ يبقى قوم افتح البرندة. برندة ايه؟ احنا نغير هدومنا وننزل نهيص مع الهيصين، عشان ما يقولوش علينا ان احنا متضايقين من حاجة. يلا يا بنت يلا. اتبط انت وهي وعودوا. الهي ما تقوم لكم قوم انتوا الجوز. يا رب يا رب ما يقوم لك قومة يا سعيد يا ابن عزيزة، زي ما كسرت نفسي بنتي. رواية قطر، عملك ليمون ساقع يا اختي؟ قطر عارفة احنا لو
نزلنا هيعرفوا ان انت مش همك ولا على بالك. كده هيعرفوا ان على بالك. بطيت. انبط يا ولا. طب افتح الفرندة ابص بس على الرقاصة. ولا انت هتسكت ولا ها؟ لا ولا ها ولا ها ولا ها. انا حظي اسود هنا في البيت ده. انا عارف من يوم انا عارف ان هو حظي اسود. الرقاصة وسلام بي والفرح كل الخلق بتاع الا احنا منعزلين. كل واحد حر قلبه، كل عاشق حر روحه، كل واحد حر قلبه، كل عاشق حر روحه، حتى لو هيسلم قلبه للي مش هيزعل له. طبل نصكم عدوك ابن كارك. شباش عيد الف الف مبروك. الله يبارك. مبروك يا عروس. وسلام كبير قوي للداخليه لهشام باشا اللي شرفنا وانسنا. شرف سعيد سيستيمو وسمعنا سلام عظيمه يا مصر. درويش حكيته معايا يا امه. يا آتم آتم البنت ما بتردش. ما تقوم تكسر معايا الباب لكل البنت كان لها حاجه. مشكلتك ان انت بتشوفي افلام عربي كتير يا امه. هيكون جرالها ايه يعني؟ اوعتتني من ده يا بنت. لقيتها ايه؟ وريني. افتحي يا بنت. افتحي يا قطر. افتحي خلصينا. قطر رد عليا يا قطر. ما ترد يا بنت، خلينا نخلص من الفيلم يا جماعه. شد الباب اكسر. اهو ادينا اهو وري في الحلم. اكسر الباب. ايه ده؟ بنت. يا قطر. بنت. قطر. بنت. قطر. ما بتردش يا حزين. يا بنت. يا حبيبي. ما بتردش. بنت. زغروطة واسمع بتعب يا من القمر الحلوة بتنادى. كل واحد كل قلب كل عاشق.
تزعليش يا بنتي، زمانه تلاقيه جاي في السجن، وبعدين ما انا قاعده معاك اهو. بس حبيبتي ما تزعليش، معلش يا دكتور. انا دكتور، طمني على بنتي، اعمل معروف. خير هي؟ مالها يا دكتور؟ كان شويه دوره كبيره من الحبوب المنومه، والحمد لله عملنا لها غسيل معنى. هي في خطر دلوقتي ولا ايه؟ ربنا كبير. حضرتك تقرب لها؟ انا ابن خالتها. ادعو لها. يا رب يا رب ينجيك يا بنت، يا رب ان شاء الله. انا مش عارفه، بس كان مستخبي لك بيت ده كله يا دنايا. بقى كويس من الله ان كان السبب. خليها تشرب من كعانها بنت ابو الكن. انا عارف من الاول انها جوازه بالبلا ونسب ما يشرفش. يا سلام، ولما هو كده وافقت ليه ان شاء الله؟ عشان المحروسه هربت وراحت له وخلتني قفه وسط العالم، لكن رجعت وقلت يا لد اختك والضفر ما يطلعش من اللحم، ولازم اخاف عليها واسترها. تخاف عليها ولا على نفسك يا كان؟ على الاثنين يا حلت امك. المثل بيقول احبك يا اختي بس مش اكتر من نفسي. طب بذمتك ودينك في مثل في الدنيا بيقول كده؟ انا عارف بقى، انت جات لك كده علي على المسه، ما تروق امال. وناوي تنغنغنا وتطريها علينا انا والعيال بالقرشين الحلوين دول، ولا ايه نظامك؟ انا غنغنكوا ده يا عروسه؟ حرام عليكي، دي فلوس البنت اليتيمه. بقت يتيمه دلوقتي يا كن. مستقبلها يا نعنع، لازم ارسم لها مستقبلها. ومستقبلنا احنا كمان يا اخويا. مستقبلنا احنا خلاص اترسم من ساعه المعلم وابن اخوه ما اجوا عندنا على البيت. ازاي بقى ان شاء الله؟ الرسمه دي كبيره عليكي قوي، دماغك اللي مليان ضفادع ده مش هيلقط بالعجل. طيب لما نشوف هتغرقنا ازاي النبادي. لا مش هنغرق تاني، احنا هنعوم في الشوربه ونبلبط في الفته. طب ايه، هتتعشى ولا تنام خفيف؟ هتعشى مين يا بيت؟ انا متعشي وجاهز ومتظبط على الاخر. اعقل يا كان، احنا لوحدنا يا راجل. ده اسمه كلام؟ واحنا لوحدنا اعقل؟ ده حكايه ايه دي؟ يخرب بيت دي حكايه. استني يا بيت استني، انا هقنعك. دكتور طمنا وقال ان حالتها بقت احسن الحمد لله. طب روح انت شوف حالك، معلش كتر خيرك. ما
بوظنا لك الليل. معلش يا خالتي ليلة ايه؟ المهم هي تبقى بخير. ست أمينة لو عوزتي أي حاجة يا أختي قولي لي، أنتِ تأمري. كتر خيرك يا ست ورد، سلم رجليك. حساب المستشفى خالص، قلت لك أيام قدام. أصيل يا أبو الكرم. طيب أي حاجة تحصل بلغونا على طول. الحمد لله على سلامتها. الله يسلمك. خطوة عزيز. بصي يا عزيز، لو احتجتوا اي حاجه كلمني على طول، محمولي مفتوح. ها تصبحوا على خير. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم. السلام عليكم. عليكم السلام يا أمي. طمني، أطم عاملة إيه دلوقتي؟ الحمد لله أحسن. إيه الأخبار هنا؟ أخبار ما تسرش. والله مش عارف إيه اللي هببته ده، بس ما حسيتش بنفسي. حملك تقيل يا ابني وطريقك صعب، ربنا يهونها عليك يا رب. أمال الولا صبحي فين هو والبت اللي معاه؟ نزلوا مصر من شوية بعد ما طمنتنا على قطم في التليفون. ما هو ما فيش مكان يناموا فيه. صباح الخير يا حاجة. وانت من أهل الخير يا ضنايا. على فين؟ لو هتنام هنا أنا هطلع انام على الكنبة بره. في ايه يا نوجة؟ مفيش. طب خليكي انت، لو حد فينا لازم يسيب الأوضة يبقى انا. بنت اخت القرن ده حزين قوي يا اخي. قال جات يا ابو هشام الحزينه تفرح، ما لقيتلهاش مطرح. اللي حصل امبارح ده ملوش غير اسم واحد، مسخره. اللي الواحد شافه حاجه جديده عمره ما شافها قبل كده ولا هيشوفوها بعد كده. في عروسه في الدنيا تتساب على الكشره اللي تفرحها، ولسه اللي يعيشها ما يشوف كده. بنت لبته ووضحت زي الشمس. اتاري اللي اسمه سيستيمو ده كان عامل الحدوته دي كلها علشان يغيظ بيها طليقته القديمه وام عياله. طب والبت نوجة ذنبها ايه؟ من الاخر كده الناس دي ما بتعملش حساب لحد. قلت لكم استنوا شويه هتشوفوا من سعيد سيستيمو ده اللي عمر اهاليكم ما شافوه. ما صدقتونيش اعمل لكم ايه؟ ما كل واحد يلم لسانه ببقه بقى وبطل لت وعجن ونميمه في حق الناس. قشطة عليك يا ريس ساعات يا كبير يا معلم. طبعا من يشهد للعروسة غير شاهد بعين وحدي. علي النعمة رغي الحريم، جنب اللي انتوا بتعملوه ده يبقى مرجلة. بجد الكلام ده يا أما؟ اسألي أي حد من اللي كانوا حاضرين. أول أنا ما صوت
راح جاري من على الكوشة وساب البيت الوحدة وشاه يجيب ألوان الطيف. وفضل سهران جنبي طول الليل ومرضيش يروح غير لما يطمن عليكي ويشوفك خفيتي ولا لا. مشي وش الفجر أحسن عشان تعرف إن أنا كمان غالية عليه. أيه بس ما تنسيش إن دي بقت مراته إن كنت ناسية. أفكرك بجد الكلام ده يا أما؟ اسألي أي حد من اللي كانوا حاضرين. أول أنا ما صوت راح جاري من على الكوشة وساب البيت لوحدها وشها يجيب ألوان الطيف. وفضل سهران جنبي طول الليل ومرضيش يروح غير لما يطمن عليكي ويشوفك خفيتي ولا لا. مشي وش الفجر أحسن عشان تعرف إن أنا كمان غالية عليه. أيه بس ما تنسيش إن دي بقت مراته إن كنت ناسية. أفكرك صباحين بركة عليك. في ايه يا كن؟ في ايه؟ الا في ايه؟ جاي اوقف معاك نهار صباحيتك. جايب لك كيس تفاح امريكاني وكيس موز برازيلي يستاهلوا بقك وبق العروسة. هي فين العروسة؟ انتوا لسه نايمين. امال ايه يا كن؟ الساعة 8 ونص طبعا لسه نايمين. انت ما كنتش كده؟ انت حبوز ولا ايه سيستم؟ ده انت طول عمرك نشيت وبتنزل السوق بدري. امسك يا اخويا. ايه ده مش عاجبينك؟ ده امريكاني وبرازيلي. امسك الامريكاني والبرازيلي وقف مع مراتك وعيالك. يلا يا اخويا يلا. استنى بس استنى مش اما نشرب كوبايتين شاي مع بعض ونحكي وبعدين ننزل نصلي الجمعه سوا. لسه بدري على صلاه الجمعه والجامع اللي انا بصلي فيه غير الجامع اللي انت بتصلي فيه. جري ابو نسب في ايه؟ وكلمه ابو نسب دي تشيلها من على لسانك الزفر. انا اسمي سعيد ابو المكارم سعيد سيستم. مفيش مانع غير كده مفيش. فاهم ولا عيد تاني؟ لا فاهم يا سيدي. خلاص ما دامك فاهم قدامك دقيقه واحده وتسيب هنا ماشي. لو خرجت من الباب ده ولقيتك لسه هنا همسح بيك بير السلم. مفهوم ولا عيد تاني؟ يا عم خلاص خلي بير السلم على حاله. ايه سلام عليكم. معلش يا ابني ما تعكرش دمك. هو متعكر خلقه. صباح الخير يا نجا. ماله الكم؟ مفيش. جاي زيارة وجايب معاه شوية فاكهة. والله الرجالة فيهم خير مش زي ما بيقولوا. انا عارف ان انا غلطت يا نوبة. ايه غلط؟ انت
بتسمي اللي عملته فيا ده غلط؟ مجرد غلط؟ لما تبوظ لي أهم ليلة في حياتي، الليلة اللي بتحلم بيها كل بنت، شكلي يبقى وحش وصرتي على كل لسان في بورسعيد، ده مجرد غلط؟ لما تجري على طليقتك وتنسى مراتك ولا كأن في بهيمة قاعدة جنبك في الكوشة، ده مجرد غلط؟ لما بدل ما اطلع شقتي بزفة مزيكا هطلع بزفة التلميحات والنظرات، ده مجرد غلط؟ مش ناقص بقى غير تطبطب عليا وتقولي معلش مش هتتكرر تاني. حرام عليك، روح يا اخي، روح منك لله، الهي اللي شفته تشوفه. ليكي حق يا نوجة تسمعيني اكتر من كده، ليكي حق حتى ما تطقيش تبصي في وشي. انا مش هدافع عن نفسي لاني مش هلاقي كلام يسعفني ابرر واتاسف. انا عاوزك تعرفي بس ان اللي حصل ده مش عشان هي قطم يعني بالذات، ده اللي حصل لها لو حصل لامي ولا لخالتي ولا لاي حد انا هعمل نفس الحاجه. سعيد، اني هسالك سؤال هيريحني ويريحك، انت لسه بتحبها؟ في ايه يا نونجا؟ دي قطم بنت خالتي وام عيالي وبس. انت ما جاوبتنيش يا سعيد، اني عايزه اجابه بقى او لا. لا انا ما بحبهاش. خلاص، ده انا لو كنت بحبها ده انا كنت رديتها من زمان، ما كنتش اخترتك انت. يعني بتحبني؟ طبعا بحبك يا نونجا، وانا محضر لك مفاجاه. مفاجاه ايه؟ هاخدك ونروح فايد اسبوع نهرب من وجع الدماغ ده كله. أني مستاهلش إنك تبهدلني يا سعيد، أني اتعذبت في حياتي أوي، ونفسي أبدأ معاك من الأول. وأنا مرضلكيش البهدلة يا نوجة، أنت بإيدي بتخصيني، مراتي، وغالي عليا أوي. مالك يا أروبة؟ مسافرين مش كده؟ كده، في مانع ولا حاجة؟ طب ما تفطروا معانا قبل ما تنزلوا. لا يا أم، مالوش لزوم، خلينا نلحق الطريق. طب ما تاخدونا معاكم. عيب يا بنت، يلا تعالي خش أنت وأخوكي على أوضتكم. يلا يا سفر. خلي بالك من أمي، هما لسه زعلانين. ما هم برضو معذورين يا سعيد. معلش يا أم، احنا مش هنعوض، اسبوع بالكتير ان شاء الله. تروحوا وتيجوا بالسلامة. الله يسلمك يا أم. مع السلامة يا خالتي. مع السلامة يا بنتي، توصلوا بالسلامة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. خلي بالكم من الطريق. على مهلك يا قطة. على مهلك يا حبيبتي. ها، مساكي مساكي. ها، مساكي مساكي. خليك يا سلام، بسم الله عليك. نورت البيت. ازيك يا خالتي؟ على فين العزمة يا سيستيمو؟ انت والمدام ايه، مسافرين ولا ايه؟ يومين كده نغير جو. شهر عسل يعني. ماشية معاك يا سيستم وبقلاوة. يلا يا بت. يا
وما بتاكلوش ليه يا ولاد؟ ممكن اتجوزه خلاص يا نينا. انتوا مش كنتوا معايا في الفرح امبارح وشفتوا بنفسكم؟ وماما بابا مشي وسابع عيانة كده، مش حرام عليه؟ ماما بخير يا حبيبي، والنهاردة ان شاء الله هترجع بيتها. عايزين نروح لها. ايوه انا عايزة اشوفها. انا اوعدكم اخدكم تشوفوها، بس على شرط تخلصوا الاكل كله. حاضر. قلت لي اسمك ايه؟ شريف. الله، بص بقى يا عم شريف، انا هخليك حاجه تانية، هفتح لك المغاره زي ما فتحتها لغيرك قبل كده. مغاره ايه؟ مغاره علي بابا، هدوم، لبس، فلوس، نومه حلوه. احمدك يا رب. فوق يا عم، انت بتحلم. هتشوف المايه تكذب التومه. ماشي وريني. طب ورا عمك التومه. سلامتك يا ماما. الف سلام. اتفضلي يا نينا. يزيد فضلك يا بنتي. انا عاتبه عليكي يا قطم، كان عليكي من ده كله بايه يا بنتي؟ النصيب يا خالتي، نصيب اسود ومهبب بعد عنك. سلامتك يا اختي الف سلام، والله باين عليكي محسوده. على يا حسره، لا شعر اصفر ولا عينيه مكحله. شايفه؟ شايفه البت نفسيتها تعبانه ازاي؟ عشان خاطر ابنك يا عزيزه اللي فرحان بنفسه وبعصفورة الكناريا اللي واخدها عشان يقضي شهر العسل في جمصة. في فايد يا نينا، في فايد. انا عارفة بقى. خلاص بقى يا أمينة، ما منوش لازمة الكلام ده دلوقت، المهم انها قامت بالسلامة. ملوش لازمة يعني ايه؟ ده له لازمة ونص وتلات اربع كمان. يعني دي لو كانت بنتك كنت تردلها بالحال المايل ده؟ يا ندامة، ما هي بنتي برضو يا أمينة. خلاص يا أمه، خالتي عندها حق، ما عادش ينفع. خلاص، المهم كل واحد فينا يعرف مصلحته فين. ماشي، يعني أنا أحط بقى جزمة قديمة ببقي وأسكت. بس قبل ما أسكت بقى لازم أفهمك، اللي يبيعك بيعيه ولو ببلاش وأنت الكسبانة. طيب نفوتكم بعافية بقى، إحنا قلنا نطمن على قطم لكن طلعت تعبانة وعايزة تستريح. انتي كمان يا أمينة استريحي لك يا أختي شوية. أمينة مستريحة يا حبيبتي ومش محتاجة حاجة. يلا يا صفاء. سيبيهم يا خالتي معايا شوية، لما تقفي كده وتصلبي طولك أبقى نزلهم لك. بحق، هو الدكتور كتب لك على إيه؟ إحنا بعتنا عزام يجيب الروشتة. طب لما يرجع طلعيها لي عشان أبص لك عليها واقرا النشره الداخليه، لا يكون في اعراض جانبيه ولا حاجه. حاضر يا دكتوره. سلام يا ماما. سلام يا ماما. سلام اللي واخد عقلك هيكون مين غيرك يا قمر؟ وعايزنا صدقك؟ ما خلاص اتكشفت على حقيقتك. الله، اللي هي ايه بقى؟ اني كنت فاكراك يعني انك بتعرف تتكلم وهتاكل بعقلي حلاوه. ده انا خايف افتح بقي يطلع منه الكلام قديم بتاع شكري سرحان ولا رشدي أباظة الله يرحمهم. بدل ما أكل بعقلك حلاوة أبقى أنا اللي حلاوة واتاكل أوانطة.
اهو احسن برضو ما افتكر يعني انك بتفكر في طليقتك مثلا. ليه السيره دي يا نور؟ ما كنا حلوين. خلاص يبقى قول لي كنت سرحان في ايه؟ بصراحه ايوه انا كنت بفكر بالشغل، العيال، يعني بالحياة دي كلها. بالحياة كلها ما عدا نوجة. ازاي؟ دي نوجة أولها وآخرها. أنا مش مصدقاك. بص يا نوجة، أنا ساعات بسأل نفسي أنت هتكوني مبسوطة معايا ولا استعجلتي وبعدين هتندمي؟ بعيد عن ليلة الدخلة، انت اكتر من اللي انا بحلم بيه يا سعيد. يعني ايه اكتر؟ يعني ما كنت بشوفك في السوق ولا تيجي البيت للكن تديله على دماغه مع انه اخويا يعني، انما كنت بخاف احلم ان انت تبقى ليه الدرجة دي. يوه واكتر شويتين 13. صباح الخير والسعادة يا عم سلطان. يا ابو نسف يشرف اقعص جعيس في شارع الجعيس. يا اغلى الحبايب وسكر ودايب، يا حلو انت يا عمي. انت عايز ايه لك؟ مش في الاول تقول لي اتفضل، او ما اقول لك مش شكر يا عمي، تقول لي تشرب ايه هلا كان، اقول لك شاي تقيل سكر كتير يا عمي. يا محمد دبل، ايه حكايه عمي 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 دي؟ ايه؟ لبانه؟ معاش اللي يعمل لك لبانه يا سيدي المعلمين. اسمع ما اقول لك، احنا لسه الصبح، لسه ما استفتحناش. تحب اغير رأيي عليك؟ ان شاء الله استفتاحك قشطه ويومك نادي يا سيدي المعلمين. بقول لك ايه هلا، انت عايز ايه دلوقتي؟ ولا حاجه، انا قلت يعني العريس زي ما انتوا دلوقتي هايص، واحنا خلاص بقينا نسايب وقرايب، قلت اجي لعم الحاج سلطان اقف معاه في الشغل دراعه اليمين، واما يرجع العريس اهو ابقى دراعه الشمال، مش اشكال يعني. انا برضو زي ابنك يا حاج. اسمع يا هلا، انا مش هرد عليك بلساني. امال ازاي يا حاج؟ ايه يا جدعان؟ في ايه؟ لا 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 لا. اسمع يا هلا، بطل هادي انت وهو هلا. اسمع ما اقول لك، انا سمحت لك يا هلا تدخل السوق وتفتح دكانتك تاني، لكن حسك عينك رجلك تيجي هنا اهو ناحيه الوكاله انا هقطعها لك، وهقطعها لك بايدي دي. يا معلم ما يبقاش خلقك ضيق كده، هو الواحد ما يعرفش يتفك معاك بكلمتين؟ انجر يالا من هنا. ايه يا اخوانا؟ الله ايه؟ ما كل واحد يبص قدامه. الله، عمركم ما شفتوا واحد واقع على الارض ولا ايه؟ اوعى يا جدع انت وهو، اوعى. ما كانش يقولك يا كان. الكون ده نشتري بضاعة، والكون ده نجدد بالدكان، والكون ده نعينه في البنك عشان مستقبل العيال، وده لنوجة ما هي صاحبة الفلوس برضك. لا الحكاية دي مش هتنفع، يخرب بنت حكاية بلاها نوجة. أكان الغدا هيبرد. أكان قلت لأهلك مش أكل، وما تقليش مزاجي وأنا برسم. بترسم إيه يا كان؟ ده نشتري به بضاعة مستوردة، وده نجيب به بضاعة محلي، ودول نشيلهم للزمن. زمن إيه؟ دول حتى ما ينفعوش لزمن حاتم زهران.
لساك بترسم يا كان؟ غوري من وشي، الحكاية بايظة خالص. حكايتي ايه؟ انت مال اللي جايبينك؟ ما تتحجريش في الملكيش فيه. نخطط تاني من الأول. طب لو عناهم كلهم في البنك وديعة على حساب جري يعني يطلعوا فايدة قد ايه؟ ولا حاجة. يبقى ضحك عليا السعيد وعمه واكلوني الاونطة. كان لازم اطلب منهم مهر قد كده مرتين. احنا بنبيع بطاطا. اكان افتح الباب يا كان. عارفة لو ما قلتش من وش السعادة هعمل فيك ايه؟ واني مالي يا اخويا؟ ده حد عايزك بر. حد مين؟ واني عارفة بيقول اسمه القرش. القرش الجدع إيه؟ واقف بره. ايه؟ انت فتحت له كده يا بيت؟ مالي كده؟ بتغير عليا كان؟ غورة لما تشتالك اوعي. يا ترى خباهم فين النوادي؟ اهلا اهلا يا معلم قرش. اهلا معلم كان. معلم اول مره تقول لي معلم. انت جاي تشتغل عليا؟ اشتغل عليك ده ايه؟ انت معلم ومعلم كبير قوي كمان. في ايه يا قرش؟ انت كده لبختني. فهمني. خلاص تعال معايا وانا فهمك. اجي ما اجيش ليه؟ قلت ايه يا كان؟ ولا اقول لك يا معلم من دلوقتي؟ يعني انت سايب حالك ومحتالك وجاي عشان تعمل نمر عليا يا عم القرش؟ احنا مش في سيرك يا كان عشان اتنمر عليك ولا اعمل لك فقرة الساحر. لا، هي كلمة رد غطاها. موافق على اللي قلتهولك ولا لا؟ اوافق على ايه بس؟ انا مش فاهم حاجة عشان اتنيل على عيل اللي نفضوني واقول اه او لا. يخرب بيت حكاية. ما هي كمان مش كيمياء. واحد زائد واحد يساوي اتنين. عايزينك تشغل لنا قرشين في السوق. صعبة دي؟ طب اديني عقلك وانت انت حافي. اشمعنى انا يعني اللي عايز انت تعملني معلم؟ اشمعنى انا دون على رجالة السوق كلهم؟ يعني الحق علي انا كان ان عايز اكبرك في السوق؟ لعلمك بقى بدل الواحد فيه 20. بس انا بقول بقى كفاءة وشطارة وفوق ده كله ثقة. بقول لك ايه يا عم القرش؟ ما تخشيلي دغري يا عمنا. وانا هلف وادور عليك ليه؟ يا عم القرش سيبك من الكفاءة والثقة والبقين المرشوش عليهم سكر فانت رفيش دول. خشيلي في الموضوع على طول. هو عشان بس الوضع اختلف. بقيت ابو نسب وداخل خارج عليهم بكيفي. بأمارة ما الحاج السلطان رماك من جوه الوكالة. خرب بيت دي حكاية. وما فيش فولة بتتبل في بق واحد في السوق ابن الهرمة ده. اهي دي فرصتك بقى عشان محدش يستوطى حيطك ويستقفاك. ايه بتفكر في ايه؟ هي دي عايزة تفكير؟ بس احنا كده يا عم القرش نبقى دخلنا الغويط قوي. وماله؟ ما انت عويم. ايوه عويم ونص كمان. بس لحد البراميل. بعد البراميل ابقى محتاج بقى عوامة وزعانف. هات من الاخر. عايز تقول ايه؟ لو في كبير اعرفه. انت يا عم القرش على عيني وعلى راسي من فوق. انما انا اللي في وشي الاربوجيه. والمصايب ما بتجيش غير على دماغ اللي خلفه اهلي. بقى الحكايه كده. وابوها وعمها وخالتها واختها كمان. معلش يا عم القرش، المثل بيقول لك حرص ولا تخون. طيب تعال معايا. كم على فوق؟ هاخدك معايا للكبير عشان تطمن وتتحيي. يلا روح افتح الباب. يلا استهدي بالله يا قطع مخزي الشيطان. نعم يا خالتي. فهميني ناوية على ايه؟ مش محتاجة مفهوميه. عيالي وعايزاهم يمشوا معايا. وما فيش قوة في الأرض هتمنعني عنهم. كل شيء بالاتفاق والهداوة. ايه؟ اتفاق؟
الاتفاق اللي كنت متفقه مع ابنك زمان خليه الحسن، ولا اقولك خليه يملوا في ميه ويعبيها في ازايز وكل ما يعطش يشرب ويقربع. ايه اللي جد بس خلاكي تقولي كده؟ ايه اللي جد؟ انت عايزه تجننيني يا خالتي ولا ايه؟ انت ما كنتش موجوده امبارح والنصبه منصوبه تحت؟ ابنك جاب لي عيالي مرات اب، عايزاني استنى ايه تاني؟ ها؟ استنى ايه تاني؟ ما تزعليش مني بقى، مش هو اللي ابتدى يا بنت اختي. ليك حق، قطمي فيا انت كمان، انا اللي غلطانه من الاول يا خالتي. بس اللي لازم بقى تعرفي ان انا دلوقتي عازبه وابنك هو اللي متجوز، يعني العيال دول من حقي وانا هعرف اجيبهم منه ازاي لو هو مرضاش. ما تولعهاش نار يا قطم. هي ايده ايده، خليها بعد ما نار جهنم. يلا بنت يلا. طول عمري بحلم يبقى عندي ست عيال. يا قوي نص دست مره واحده. ايوه اصلاني بحب العيال الصغيرين قوي. ما انا شفتك مع صفوان وصفاء لكني كان عندي عيلين وبقوم ثلاثه. يعني مش خايف لعمل عليهم مرات اب؟ ليه هو حد هيسيبك؟ بصي يا نور، انا اول حاجه واهم حاجه في حياتي هما صفوان وصفاء، تزعليش مني يعني. ربنا يخليهم لك وتخويهم بست عيال، ولا اقول لك خليهم خمسه بس عشان خاطرك. هو الناس دلوقتي كلهم بيقولوا ايه؟ عيل ولا عيلين كفايه؟ العزوه حلوه يا سي سعيد، ما يغركش يعني انني والكن اتنين. ايه اللي جاب سيره النكد دلوقتي؟ ما احنا كنا كويسين وحلوين. ده انت شكلك بتعزه قوي. متزعليش مني يا نوجه، هو اخوك صحيح، بس انا يعني اطيق العمى ولا اطيقش سيرته. ما تزعلش منه يا سي سعيد، اهو بيلابط في الدنيا والدنيا بتلابط فيه، يعني هيعمل ايه يعني؟ يلابط زي ما هو عاوز، بس البني ادم اللي عاوز الناس تحترمه لازم يعرف حدوده، وهو ما بيعرفش حدوده، وانا ما احبش ان رجلك تفضل واخده على هناك، فهماني؟ فهمك فهمك يا ابو الخمسه. كده خد دول يا كان، عربون محبة مني ليك، انت تستاهل كل خير. يا جاي النبي، كل دول عشان ايه؟ عربون محبة بس عشان تعرف ان احنا جد وبنحب الجد والناس الجد. اوعى يكونوا مضروبين. لا ناصح ما تقلقش، دول امريكاني فرز اول، ورق سليم 100%. دول يطلعوا كام؟ زي ما يطلعوا، احنا مش هنعد وراك، ما بين الخيرين حساب. كلك ذوق، كلك ذوق وإنسانية يا أبو الشهامة. إنما بالحق يا عمنا، اسم الكريم إيه؟ لا مش مهم، أنت كنت عايز تقابل الراجل الكبير ودي اتقابلته، تفرق معاك في إيه بقى؟ قال لي يا عمنا إحنا اتقابلنا قبل كده. تفتكر فين؟ ليلة الوكالة، بس أنت كنت مغطي وشك صح؟ الله، ده طلع ناصح بجد يا قرش. ما احنا اتكينا علقه ما كلهاش حمار في مطلع، وانت بقى والقرش فلسعته والدبان الازرق ما عرفلكوش طريق. خلاص بقى، اللي فات مات، احنا ولاد النهارده. الفلوس اللي معاك دي يا كان تنظف بيها نفسك، هيبقولك زي حصانه وبدايه جديده في السوق، هيرفعوك رفعه كويسه. انا على كده يا عمنا افتح الدكان من تاني وارشقه بضعف وقلتها تاني. اللي انت بتبيع ايه في الدكانه دي يا كان؟ كل شيء كان يا عمنا، من الابره للصاروخ، بضاعه مسروقه وزي الفل. لا، الدكان ده ما بقاش يليق بمقامك يا معلم كان، انت محتاج لدكان تاني. في محل تاني احسن واكبر منظرين لك عليه في السوق برضه، بس احنا اللي هنوضبه وهنفتحه، ما تشغلش بالك انت بالمسائل الصغيره دي. حلو الكلام ده قوي، بس امتى؟ لسه اتقل شويه. خد دول كمان يا كان،
يا عم العربي اللي ماشي يدخل الفلوس دي كانوا فين من زمان يخرب بنت حكايه. لا ما هم دول مش ليك يا كان. امال اللي مين على دم المؤاخذه؟ هقول لك بس صح صح وطرطق لي ودانك. اها بتحب البحر يا سعيد؟ ده انا بموت فيه. طب حاسب لحسن انا ممكن اغير. الله وتغيري ليه يا نوجه؟ بموت فيه اللي ما قلتها لي من يوم ما جينا. في حاجات الواحد مش محتاج يبوح بيها يعني تبقى محسوسة ومش عايزة كلام. طب افرض أنا عايزة اسمح أعمل إيه؟ الله يعني أنت مش حاسة بقيمتك في قلبي يا نوجة؟ إيدي على كتف حسست؟ بصي أنا يمكن ما بعرفش أتكلم عن اللي جواه يعني أنا مش حبيب من بتوع السيمة اللي يعرفوا يقولوا كلام مزوق. بس يعني يعني إيه؟ النعمة اللي حبيتك النعمة إيه؟ مبسوطة دلوقتي؟ أديني قلتها. تعرف أني حاسة بإيه يا سعيد؟ إيه؟ حاسة إني عايزة أطير. لا حاسبي اللي توقعي. ما انت هتبقى موجود عشان تسندني. والنعمة والنعمة انا كمان حاسس بحاجة عمري ما حسيتها قبل كده. طب ما تقولي يا سعيد. قولي على كل اللي جواك. خلاص خلص الكلام. عيل تايه يا ولاد الحلال لابس بنطلون ازرق وعنده 11 سنه وياريت اللي يلاقيه بلغ اهله على رقم تليفون 418-401-3. يا خينا ما شفتش عيل تايه عنده 11 سنه لابس قميص ابيض معلم في لبني وبنطلون ازرق؟ ها ما شفتش عيال يا عم. شوف مصلحتك يا ابو عيل تايه يا ولاد الحلال واللي يلاقيه يا ريت يبلغ اهله على تليفون. يا هبهلة بدرية حياتي أنا عارف إن أنا بقالي كتير ما جبتلكش شغل لكن غصب عني وحياة النعمة المرة دي بقى جايبلك إنما شوية بضاعة من اللي قلبك يحبها. أبا أهو لازم بالليل هتكون البضاعة دي اتحمضت على الآخر. هتضحينا وقت صوتك يخرب بيتك. الشغل يا حسيبة اللي فيهم حاجة وصية خالص مش زي كل مرة مش لاممهم من ثلث الشوارع. بالراحة دي حاجة بالرفكس على الآخر. بالراحة يا حسيبة الله يرضى عنك. عامله ايه يا قمر انت؟ ربنا يخليك ليا. قمر بنت هتجوزك يا بنت بس بعد ما الحال يتعدي. خرب بيت جمالي. روي تعال.
مفيش فيكي فايدة. يموت الزمار وصبعه بيلعب. مفيش فايدة فيا ليه يا قمر؟ عشان عايزة عيالي يبقوا معايا؟ طول عمرك هتفضلي هبلة. ده بدل ما ترموهم له وتدوخيه بيهم، طالعة تاخديهم علشان تخليله الجو مع السنيورة بتاعته. بالحق يا قمر، حقي مش هفرط فيه تاني أبدا. خلاص خليكي شايلة الهم على كتافك لحد ما تقعي تحت منه. يا بنت يا بنت شوفي نفسك اتمقدتي قد ايه، ده انت وشك بقى قد اللقمه. شايليني بقى الهم يا امه، ويعرفيني في عيشتي اكتر ما انا قرفانه منها. ويا ريته نافع الا البعيده قبيله. امه نعم. هو انا وشي في حاجه مش الفطره وريني كده يا اختي؟ ان جيت للحق؟ لا. امال هو اتجوز البنت المقشفه اللي فوق دي عليا ليه؟ علشان انت راميه نفسك عليه بالسائل. يا بنت يا بنت قولي يا جواز وانا اجوزك سلسله. ايه وايه بس؟ امه ايه يا حبيبتي بس؟ انا حاسه اني عليا منفخة، في شكوش عمال يخبط في نفوخي. وريني كده يا اختي. اختي بعد الشر عليك ابدا، ده انت زي القمر اهو. تعبان اوي يا اما، تعبان اوي. بسم الله عليك بسم الله عليك. طب بس يا حبيبتي بس يا حبيبتي بس اما. نعم. هو انا وشي في حاجه مش الفطره؟ وريني كده يا اختي. ان جيت للحق؟ لا. امال هو اتجوز البنت المقشفه اللي فوق دي عليا ليه؟ علشان انت راميه نفسك عليه بالسائل. يا بنت يا بنت قولي يا جواز وانا اجوزك سلسله. ايه وايه بس؟ امه يا حبيبتي بس. انا حاسه اني عليا منفخه، في شكوش عمال يخبط في نفوخي. وريني كده يا اختي. اختي بعد الشر عليك ابدا، ده انت زي القمر اهو. تعبان اوي يا اما، تعبان اوي. بسم الله عليك بسم الله عليك. طب بس يا حبيبتي بس يا حبيبتي بس بس. وانا في حاجه في وشي غلط ولا ايه؟ ها؟ ابدا. امال بتبصي لي كده ليه؟ أني لو عليا أفضل بصلك العمر كله. ولما تزهقي؟ يا لهوي مش ممكن. ده كلام؟ لا مش كلام، وربنا عالم باللي في قلبي. يعني مش هيجي يوم تقولي لي أنا عملت بنفسي كده ليه؟ ده أنا أبقى مجنونة واستاهل أطمر أبد. أنا يومها هفكرك. يوميها ده مش هيجي ابدا. طب كلي لحسن الاكل برد. اني اصلي لما ببص لك بشبع. انا مش اليوم عندك كام يا هرزان؟ محسوبك نظيف وصح سليم ومؤمن بمبدا السلف تلف والرد خساره. انزل انت خلاف، عايزين منك ايه؟ تعبك ومقفول. استلفته من السيستم لاجل مدفع ايجار المطعم. اكتب عنجد. ها خلف الطعمجي باكو مقفول. خلف الطعمجي باكو مقفول. وانت يا عم كتكوت. اتنين باكو معلم كن. اتنين باكو. اتنين باكو كتكوت. اتنين باكو كتكوت. حد تاني عليه فلوس ليهم؟ مالك انت ومال الفلوس اللي الناس واخداها من حاج سلطان يا كن؟ اولا يا جندي اسم المعلم كن. وخليك حلو. هو ماله منفوخ ونفش ريشه كده ليه النهارده؟ مش عارف، مع انهم لسه رامينه قدام عيننا رميه الكلاب. كله بوان وخفيف. انما قول لي ليهم عندك كام؟ حتى لو ليهم مش هقول لك يا كان. ما انت فقرك دكر. خرب بيت دي حكايه، مش عارف مصلحته. يلا.
حسب يا سيدة غرقني. أنا عاوز أغرقك أكتر ما أنا غرقانة فيك. والبحر الطاهر ده أنا اللي غرقان لشوشتي. وعمارة إيه؟ عمارة إيه؟ عمارة ما سبت الدنيا دي كلها وخدتك. بجد يا سعيد؟ آه. طب اركب. يا سلام. ايوه انا جاي. صباح الفل يا عم غاد. صباح النور. الحاج سلطان بيصبح وبعت لك الشهريه وفوقيها 300 بوسه. طبعا هو ما قالكش كده بس من يد من اعدمها يا عنطر. ربنا يخليك يا باشا، ما تأمرش باي حاجه. يبقى سلم لنا عليه. من عينيا يا كبير. سلام عم غاد. سلام اخويا. بنت يا سامية. ايوه يا سيدي. قرب يا بنت تعالي. امسك يا بنت. ايه دول؟ نظير شقاكي وتعبك في البيت. الانجليز زمان زمان قوي كانوا بيسموه بوكيت موني. بس ده كتير قوي. امسكي يا بنت ما بقاش قط الجمل. امسكي خدي. تعيش يا سيدي. ما انتش عايز حاجة؟ حاجة زي ايه؟ اي حاجة. وريب انت تدخل المطبخ كملي طبيخ. الو. ازيك يا ام؟ اهلا يا سعيد. عامل ايه يا عريس؟ ان شاء الله تكون متهني. الله يخليك يا ام، كله زي الفل. والله وحشتينا، يا ريتك معانا. وازاي نوجة عامله ايه؟ نوجة دي منجة اسماعيلاوي اخر الستر. طب يلا شدي حيلك انت يا ام عشان نجوزك انت كمان. اختش يا واد انت. ادينا سلم عليها يا سي سعيد. ولا هي مامتك لوحدك؟ اما ادي نوجة عاوزة تسلم عليكي. الو. ايوه يا خالتي. ازيك يا نوجة؟ الحمد لله كويسة. انتوا عاملين ايه؟ كويسين؟ وازاي صفاء وصفوان؟ ما تيجوا يا خالتي تقعدوا معانا يومين، ده الجو هنا يهبل. لا يا اختي، ونبقى عزال يعني؟ لا، قضنت وقتكم ورجعوا لنا بالسلامة. ربنا يخليكي ليا يا خالتي. طيب معاكي سي سعيد اهو. قولي لي يا أمه، العيال عاملين ايه؟ العيال بخير، اطمن ما تقلقش عليهم. طيب ما تديني ابن العفريتة صفوان ده، أصله وحشني. صفوان ما هو ايه؟ تعبان ولا لسه زعلان؟ لا يا اخوي، هو تحت عند أمه. بقالهم قد ايه؟ من امتى العيال بيناموا عند امهم يا امه؟ من يوم ما سافرتوا. يا صلاة النبي يا احسن، ده احنا ابتدينا نلعب من اولها. جرى ايه يا سعيد؟ ما هي برضه امهم. بلا امهم بلا ام جلامبو. انت تنزلي دلوقتي تحت يا امه، تاخدي العيال من ايديهم وتنيميهم في سرايرهم، فهماني ولا لا؟ حاضر، روق انت كده بس وما تشغلش بالك وخليك في عروستك. ما تخلينيش اطلع زرابين يا امه، اللي اقول عليه يتعمل. ما قلنا حاضر، هلحنها واغنيها لك يا نور عيني. سلام. احنا مش هنتعشى يا سعيد؟ اتعشى. غيري هدومك علشان نتعشى. يا راجل
الراجل. هو اللي حسيت لما كان في طبق طاير والراجل في تحت يعرف ولع لا عجه. ايه يا توم عامل ايه؟ اني سيبها اللي على كتفك دي. شويه شغل الطازه. وايه اللي جابك بالشغل الطازه لحد هنا يخرب بيت سنينك؟ ما انا رحت علشان اسلمهم في البيت ما لقيتش الجو هناك. خفت القرد قطع تستفرد بيا وتاكلني. اه طب هو الجو هناك اهو. يلا بستك عليه. فين؟ هناك اهو. يبقى ما عطلكش هنا. دروج دروج. بدر البدور يا جميل. ايه يا بدور؟ مش هتشغل طازه بيت؟ ابي ابي يابا مراتي استني يا بنت بدريه الله يخرب بيتك. جنين يا بنت قطعت قلبي من السوق لهنا. بعدين بقى بص بقى مش هتخطلك تدخلي بحمارك بنقص من دي شغلانة. شوفولكم حد غيري يشتغل معاكو الشغلانة دي من النهاردة. فاهمة ولا لا؟ انا خلاص زهقت وضهقت من المعاملة الطين بتاعتك دي. ولعلمك في ناس كتير حيلوا علي علشان اشتغل معاها وانا اللي مش موافق مع انهم هيظبطوني ويقدروني. بح 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 هبي من هنا لبكره. قول قول عشان خاطر حسيبة أختك اكمني قلبها طيب وحنينة مش زيك. قلبك اسود. أباه أباه خلاص خلاص يا أختي قلبك أبيض. إذنك معاك يلا خلصوني والنبي غدوني المعلوم. يلا خلونا أروح أجيب العلاج لأمي. بينا يا روي احسن كل ما بنيجي هنا بحس ان انا وانت هنتحط في شوال. بيه لا بقول هتوحشوني. ألو
خير يا امه. يسعد صباحك يا حبيبي. هما العيال صحوا ولا ايه يا امه؟ زمانهم صحيوا. يعني زمانهم؟ هنزل اشوفهم لك. تنزلي تشوفيهم يا امه؟ امال امبارح كنتي بتسجديني ولا ايه؟ انا مش قايل لك انزلي هاتيهم وبلاش العيال يباتوا تحت يا امه؟ ما هو انت يا ابني لو شفت امهم وهي جايه تاخدهم كنت. طب خلاص خلاص يا امه اقفلي السكه. طب بس ما بسش يا امه خلاص اقفلي السكه. السلام عليكم. طيب يا ابني. بنت يا نوجة. ايوه يا سي سعيد. يلا يا نوجة احنا هنمشي. عشان الولاد؟ عشان اللي عشانه. انت لمي الهدوم ووضبي الشنط عقبال منزل احاسب الفندق. اني قلت القعدة حلوت ومزاجك رايق. مش وقته يا نوجة انا مستعجل. يلا. كلوا يا اولاد ما تكسفوش من ولاد خالكوا. كلوا 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 يا بنت. صباح الخير يا حياه. صباح النور يا ام سعيد. اتفضل. يا راس. مالك يا قطر؟ تعالي شوفي يا خالتي. تعالي شوفي اللي جرالي. اقعدي اقعدي. مالك؟ ما كنت كويسه لحد امبارح. يعني البنت هتعمل تعبانه وهي مش تعبانه؟ ما هو بتجد قدامك اهي. حاسه بيا قطر. قولي لي يا اختي وانا اقول لك تاخدي ايه. جدتي كلها بتنقح عليا والصداع هيخرم دماغي. وطول الليل زي النار وعماله تخطرف وتقول كلام مش مفهوم. يعني مش سخنه ولا حاجه. يعني انت كنت دكتوره ولا هتطلعي عقدك على البيت؟ على كل حال لو عيانه سلامتك، بس خافي بقى على العيال لا يلقطوا منك. مهما نمتش جنبهم. طيب صفاء. صفواء. يلا يا ولاد عشان تغيروا هدومكم وتلحقوا المدرسه لما ياكلوا اللقمه الاول. لا 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 لا، مدرسه ايه يا خالتي؟ ده انا حاسه النهارده روحي هتطلع. لازم العيال يكونوا قاعدين جنبي النهارده. لازم. بذمتك ده صوت واحده بتموت. اخزي الشيطان يا قطم وبلاش الشغل ده. خلي العيال يشوفوا مصلحتهم. يلا يا ولاد. يا صدري. نفسي طبيعي عليا. اقعدوا يا عيال، محدش يسيبني النهارده بعد الشاي خالتي. روحي بتطلع. يا قلبي. ما تقعد يا بيان، ما تقعد يا بيت. انا بتسمعوا كلام امكم؟ يا دي مش امكم ولا لاقيكم في كيس بوزو. اخذوا الشيطان انتوا الاثنين. ابوهم زمانه على وصول، ولو جه ما لقاش العيال هيعمل لنا هالليله. هو جاي؟ قال لك انه جاي؟ يلا بقى. يلا معايا على الاوضه. يلا خش. يلا يلا يا واد. يعني ما انتش عيانه ولا حاجه اهو يا قطر. امال ايه اللي بتعمليه ده؟ مش كويس كده. انا ممكن استحمل اي حاجه في الدنيا يا خالتي الا ان العيلين دول يروحوا مني. يا بنتي فهميني، لا انت ولا امك ولا انا قده. ده لو جه وما لقاش العيال هيجيب عليها وطيها. ده ابني وانا عارفاه. اعلى ما في خيله يركبه. ها يوريني بقى هيعمل ايه. يا بنت يا بنت يا عبيطه، سيبهم له. انت لو خدتيهم تبقي بتريحيه من همهم. بقولك يا امه اعملي لي قفله واطلعي من نفوخي. انت حره يا قطم، بس ما ترجعيش تقولي بقى ان انا ما حذرتكيش. فتكوا بعافيه. الله يعافيكي يا اختي. نفوخي. نفوخي. Thank you.
عيال تطلعوا تقعدوا معاه فوق قولوا له لما احنا هنقعد مع امه. فاهمه يا صفاء؟ ما هو بابا برضه يا ماما. وبعدين يا صفاء ما تبقاش انت وابوك والزمن عليا. ماما هو احنا لما نقعد هنا مش هنروح المدرسه خالص؟ لا يا حبيبتي هوديكم من بكره الصبح ان شاء الله. يا خساره كان نفسي ما نروحش خالص. اهلا اهلا. ازيك يا خالتي وحشتي. الحمد لله على السلام. الله يسلم يا اختي. مالك داخل واخد في وشك كده ليه؟ ما تقول سلام عليكم. وعليكم السلام. بسطت يا نوجة؟ كانت ناقصاك يا خالتي. الحمد لله على السلامه يا اختي. هو عنتر لسه ما جابش العيال من المدرسه ولا ايه؟ العيال ما راحوش المدرسه النهارده. امال هما فين؟ تحت عند امه. ما راحوش المدرسه كمان؟ اما حاجه تفرح القلب الحزين بجد. انت رايح فين يا سعيد؟ تعالى يا ابني مش وقت دلوقتي. بقول لك خشي هات العيال يا قطم. هو ما دخلتش يا سعيد. خش انا واجيبهم. اه فين العيال؟ انا عيالي ما يقعدوش مع واحده غريبه فوق في البيت. خش افتحي الباب يا قطم. كان ايه يا سعيد؟ انت جاي تتهجم علينا وفاتح لنا صدرك على الاخر كده ليه؟ ايه ده بدل ما تشكر البنيه؟ واشكرها على ايه ما شاء الله؟ على انها خلت لك الجو مع الهانم الجديده النغه يا عريس. اللهم اخزيك يا شطان. لم الدور يا سعيد. الله جرى ايه يا خالتي؟ بتقولي لبنتك تلم الدور؟ انت عارفه انا ما اسمحش لعيالي يباتوا برا البيت. برا البيت؟ بيت امهم يا سعيد يبقى برا البيت؟ ليه؟ انا ماليش حق في عيالي ولا يا سعيد؟ يا ستي ابي اطلعي لهم لما تكوني عايزه، اما يباتوا معاكي هنا لا. ليه؟ مش خايف النقه بتاعتك تقفش عليك لما تلاقيني كل ساعه والتانيه طالعه فوق؟ تقفش ولا تنفلق؟ انت مالك؟ لا مالي، مالي ونص كمان. انا ما اقدرش ادخل على واحده في شهر العسل ولا بعدها كمان. اذا كان هي ما عندهاش كرامه ودايما على نفسها كده، انا ما كرامتي فوق مناخيري. خلاص يا ام كرامه، العيال ينزلوا لك. مش هيحصل يا سعيد. بص يا قطم، دي اخر مره بقولها لك بلساني، خشي وهاتي العيال. هتعمل ايه يا سعيد؟ هتمدي ايدك عليا؟ يا كسر ايدك، هو كان جوزك ولا اخوكي علشان يمد ايده عليكي؟ ايه ده حيالله ابن خالتك، ولو له حاجه عندك يا حبيبتي ياخدها بالذوق والادب والا. يعني مش هتفتحي بالذوق يا قطم؟ مش هفتح يا سعيد. وريني هتعمل ايه يا سيد الرجاله. ماشي. يلا يا ولاد يلا على فوق. انت يا اخي صف جلدك ايه؟ واخد الدنيا كده في وشك وماشي، ولا حد عاجبك ولا حد قادر عليك. انت بتعمل فيها كده يا سعد؟ بتعمل فيها كده ليه؟ كل ده عشان قلبك محروق على ابنك؟ انا كمان قلبي محروق عليه اكتر منك. انا اخوه، انا امه. عملت ايه؟ طلقتني ورميتني زي الكلبة وما فتحتش بوقي. بتعاقبني على ايه تاني يا سعيد؟ عشان اتجوزت بعديك؟ انت كنت السبب. افرض يا سيدي اني غلطت، انا كده عشان اصلح غلطتي؟ انا قلت لك صوابعي العشرة الشمع، مشيت وراك اتسللك، كنت هبوظ رجلك. عملت ايه؟ مرحمتنيش. حسبي الله ونعم الوكيل فيك. حسبي الله ونعم الوكيل فيك. حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا سعيد. عشان خاطري يا ماما ما تعيطيش، والنبي عشان خاطري انا كمان. الدمعتين دول مش هياكلوا معايا يا قطر.
يلا يا ولاد نبقى قاعدين مع ماما، احنا مش عايزين نطلع معاه. يا صلاة النبي، وانتوا كمان ليكوا رأي؟ حلو والله، توقفوا معاها قصادي؟ يلا يا بنت اتجري، يلا يلا. انا؟ اه من خيالي، وان ما كنتش هتنجرب الذوق انا ممكن امد ايدي عليك، فاهم ولا لا؟ يلا يا هبابه انت الاخرى، يلا يلا. معلش يا نوجة يا بنتي، ما انتي عارفة روحوا في العيلين. عارفة يا خالتي، عارفة. يلا خش خش يا بيه، انجروا على ردودكم. في ايه يا سعيد؟ مفيش يا مو سعيد، ده السيستم بتاعي، واللي عاجبه عاجبه واللي مش عاجبه يخبط دماغه في الحيطة اللي تعجبه. دول عيال صغيرين، هتعمل عقلك بعقل العيال؟ أنا السيستم بتاعي بقى يمشي على الصغير قبل الكبير، ولا كلمتي واحدة ما تنهاش، ولا دماغي بقى أنشف من جزمة قديمة. سلام. سعيد أنت نازل؟ أنا نازل السوق. إنك ده نور يا راجل. ميه ميه. مش عاجبك يا خالتي؟ اهو سيبوها غمر. يا سلام، ادفع لك فلوس يا جدع. يا رجاله سيستم وجع. الله، هو مش لسه كان في شهر العسل؟ ما انت عارف بيحب شغله قوي، ده ما بقالوش اسبوع عسل على بعض. ما هي الحاجات دي عرف برضه يا عربي، احيانا العسل منها بيقلب بصل ما تفهمش ازاي. مبروك يا سيستم، مبروك. مبروك يا الف مبروك يا سيستمو. السلام عليكم، ازيك يا حاج؟ اهلا اهلا اهلا. معقوله العريس يشرف بسرعه كده؟ نعمل ايه بقى يا حاج؟ بالذمه ده شكل عريس، ليله فرحه كانت الاسبوع اللي فات. انا اول فرح كان نط قوي يا حاج. الله، ما انت شفت اللي حصل. ترى ايه يا سعيد؟ ما انت عارف قطم بنت خالتك طول عمرها مخها طائر، وهي ابتدت تشتغلي في الازرق من ناحيه العيال. لا ولسه لسه الوان بقى الباقيه الاحمر والاخضر. امال انت كنت فاكر الحكايه ايه؟ احلى شيء يا احلى عريس معلم سعيد. تسلم يا معلم. معلم تسلم يا حبيبي. اجدع شيء المعلم سلطان. طب يلا حبيبي معلم السوق كله. جر يالا يا عم درويش، خف ايدك واعمل لي كويس. ماله ده تاني؟ عاشر يا حاج، هو اللي زيه يا عم، هو اللي زي ده بيهمد. انا ماليش هنا بمزاجي يا حاج، انا سامع كلامك وكلام الرئيس سيستيمو وماشي جنب الحزب ما يرضي الله، وفي السوق اهو يعني ماليش اي حس. عمال عمل لبس ليه عند القهوه قعد تلبط بالكلام؟ يعني احط لزقه على بقي ولا اشيل لساني ديه وارميه عشان تستريح؟ بهلفط في الكلام مع الناس يا اخي. الله بس. الا يا سيدي، البنت عامله معاك ايه يا ريس سعيد؟ ها ماشي عدل؟ لو اتعوجت قول لك اكسر لك دماغها. طرق من هنا يا كان، لحسن اطلع كل اللي فيها فيك. لا خلاص، بعد ايه؟ طيب احسن، بس ما حدش يجيبني هنا تاني. اه سلام عليك. ده كلام بيقطع في فروتنا مع الناس على هواي. حاج سيبوا الناس تتنفس يا اخويا. ماشي يا ريس. يا
مش بقول لك ان السوق ملبش وشامم فيه ريحه مش مظبوطه. سمعنا يا سعيد؟ ايه قلت ايه يا حاج؟ الظاهر ان النسوان كلها لحست دماغك. لا يا حاج مش كده، بس دماغي مشغوله في مليون حاجه. من حق قولي يا حاج، احنا مش لازم نخلص موضوع الناس اللي بتوع بره دول. يعني انت شايف ان الوقت مناسب لحاجات زي دي؟ ده السوق ملبش والبلد كلها، مش هنا وبس، ده في العالم كله. بس مش لازم نتاخر كتير، احسن الحكايه تخمج والريحه تطلع والاسعار تنزل. طيب يا سعيد سيبني ادور الموضوع في دماغي وبعدين نشوف هنعمل ايه. حاضر يا عم قرش. لو ما جبتيش الحاجه دي بكره انا مش مسؤول عن اللي هيحصل لي. بس اصل انا مش عارفه استفرد بيه خالص. وحياه امك، ما انت قاعده انت هو طول النهار لوحديكوا، والغور شكلان طينه طول النهار، يبقى ايه بقى؟ ماشي هحاول يا عم قرش. الحاجة دي لو ما جاتش هرجعك شغلتك القديمة. لو النبي كل الشغلانة دي. خلاص يبقى نتفق، الحاجة تجيني بكرة بالليل بعد ما تخلصي شغلك عند الغول. ماشي؟ حاضر. ازيك يا نوجة؟ كويس. انت خارج؟ يمكن ما رجعش. هتبات بره؟ في الشقه التانيه. براحتك. وانت خلي بالك من العيال والحاجه الكبيره. ها عناية. مش عاوزين نتأخر في الحدوتة دي يا قرش، كل ساعة بتعدي محسوبة علينا. الليلة دي الحكاية دي هتتم، أوعدك ده يكون آخر ميعاد. طب ما أنت قلت لي امبارح كده برضه. لما أنا حذرتها، قلت لها لو ما جابتش الحاجة النهاردة يبقى ذنبها على جنبها. طب ولو ما حصلتش الحاجة؟ أنت عارفني، معرفش أبويا في الشغل، أنا ممكن أفرم أي حد يوعد وما يوفيش. يعني انت مالي ايدك من البت دي؟ معرفش يا عمنا، مفيش مغسل وضامن جنة. انت قلت لي اسمها ايه؟ اسمها سامية. سامية. Thank you.
يعني ما طولتش في شهر العسل يا سيستيمو، ده انت ما قفلتلكش يجي اسبوع على بعضه. اهو ظروف بقى، ولا الشغل وحشك؟ شغل ايه يا راجل؟ ده احنا ما شفنا منك حاجه من يوم البيع الاخرانيه دي. بكره بعون الله هنروح نشوف حته حلوه قوي. اما نشوف بالك، احنا عايزين ننسى موضوع الانتيكات والتحف والحاجات الهايفه اللي ما بتجيبش تمن دي، عايزين نقع المره دي على رجلينا صح. انا سامع ان في حته جامده قوي جايه متهربه من العراق ودخلت مصر قريب، ومن بورسعيد هنا. وانت مين اللي قالك؟ الاخبار بتتنطور في كل حته، واكيد انت برضو سمعت. لا ما سمعتش ومش عاوز اسمع. انت مالك ومال السكه دي؟ على قد لحافك مد رجليك يا فقش، وخليك في حكايه الانتيكات الحنينه دي. انت مالك بتزوم فيها جامد كده يا سيستيمو؟ ما تسيبنا نحلم يا اخي، ولا الحلم علينا حرام؟ لا مش حرام يا اخويا، بس احلم على قدك. خلاص نبطل نحلم. ادخل. نوكا. ايوه يا خالتي. مالك يا بنتي؟ مفيش. ازاي بقى؟ ده انتي من ساعة ما رجعت ومن فايد الصبح وانتي قاعدة في الأوضة، لا خرجتي منها ولا كلتيلك لقمة ولا حتى بق مي. عادي. طب قومي يلا، عودي نتفرج على التلفزيون يا عروسة. عروسة؟ انتي بتضحكي على مين يا خالتي؟ معلش يا بنتي، كل شيء في أوله صعب، بكرة الحال يروق والأحوال تهدى. بعدين بقى انتي محدش ضربك على ايدك، كل حاجة كنت شايفاها بنفسك أول بأول. صح، في دي عندك حق، بس مش لدرجة ان يبات برا البيت تاني يوم جواز ويسيبني. ده اللي شافه النهاردة من قطم مش شوية، عمره ما زعل العيال. واجب عليك انتي بقى تطبطبي عليهم، مش تعملي كده. انا مين يطبطب علي؟ انا. هو انا مش كفاية ولا ايه؟ ربنا يخليكي ليا يا خالتي، انتي كفاية ونص. طب يلا قومي بقى يا حبيبتي، يلا يلا قومي، بلاش دلع عرايس. يلا. حاضر. وريني كده. عفارم عليك يا بنت، اهو ده الشغل ولا بلاش؟ يعني مبسوط مني يا عم قرش؟ الا مبسوط منك، ده انا مبسوط منك ونص وثلاث ارباع كمان، وليك الحلاوه. خد حلي بقك وهاتي حاجه لاخواتك، مش خساره فيك. تسلم ايدك يا عم قرش. عايز مني حاجه تانية؟ لا، انت تروحي دلوقتي على بيتك على طول، اختفي شويه وانا لما عاوزك هعرف اوصلك. ماشي بالاذن. مع السلامه. ايوه عم فوزي، عندي خبر لك بمليون جنيه. لا مليون جنيه ده ايه؟ 2 مليون جنيه. اتفضل. وريني كده. عفارم عليك يا بنت، اهو ده الشغل ولا بلاش؟ يعني مبسوط مني يا عم قرش؟ إلا مبسوط منك، ده أنا مبسوط منك ونص وثلاث أرباع كمان، وليك الحلاوة. خد حلي بقك وهاتي حاجة لإخواتك، مش خسارة فيك.
تسلم ايدك يا عم قرش. عايز مني حاجة تانية؟ لا، انت تروحي دلوقتي على بيتكو على طول، اختفي شوية وانا لما عاوزك هعرف اوصلك. ماشي، بالاذن. مع السلامة. أيوة عم فوزي، عندي خبر لك بمليون جنيه. لا، مليون جنيه ده ايه؟ 2 مليون جنيه. اتأخرت ليه يا سامي؟ معرفتنيش ولا ايه؟ هما الميتين رجعوا من تاني ولا ايه؟ حلم بالحب ده يا صاحبي. لا، صاحبك ده ايه؟ راجل، ده احنا بقالنا 20 سنة ما شفناش بعض. اوعى تكون ما افتكرتنيش. ازاي؟ هو انت تتنسي بالساهل؟ طب ما ترحب بيا في بيتك، دي 10 عمر يا راجل. انت جايني عايز ايه؟ يا اخي وحشتني، جيت اطل عليك. ايه، مش مصدق ولا ايه؟ ايه النظافه دي كلها؟ انت الظاهر مش عايز لوحدك. ايه، كنت مستني حد يجي لك غير النهارده ولا ايه؟ انت عايز مني ايه يا فوزي؟ ما انت عارف، انت اللي بعت تشتري الدكان القديم، مش كده؟ بالفلوس اللي تطلبها، وانت رفضت. ولساني رافض يا فوزي. فكر كويس اللي عنده قلته، وزمان وصلك بالحرف. لو عندك حاجة تانية قولها، لو ما عندك شي اتفضل من غير ما ترد. اتفضل ده ايه يا راجل؟ ده الكلام لسه مبتدي، بالراحة عليا شوية. مفيش بيني وبينك لا كلام ولا سلام. ايوه، بس في بدا عقود. عقدين وعليهم بصمه ايدك، عقد بيع المحل وعقد بيع البده. ها، تحب نكمل ولا امشي من سكات؟ انت عملتها يا فوزي. انا حبيت اجيلك بالذوق الاول، منفعش. ومع ذلك انا راجل حقاني، ما باكلش حق حد. خد ده ثمن المحل والبيت وفوقهم بوسع، واذا كان مش كفايه نهزهم شويه. نقول مبروك ولا نستعمل القانون والبوليس؟ وتبقى فضيحه وسلطان يعرف. ما يعرف، ما هم سيروا هيعرف كل حاجه. انت فاهمني كويس يا غول، صح؟ مش عاوز اتصرف بغباء، وكل اللي انت مخبيه بقالك سنين في بير يا غول مش هيطلع لحد تاني، بشرط انك تختفي من البيت ده النهارده، ماذا والا كل واحد ذنبه على جنبه. وش الصبح كده؟ رايحة مشوار. آخر مشوار عملتيه يا نني عيني اتقلب بمصيبة. وإن شاء الله المصايب جاية كتير يا أما. وبعدها معاك يا قطم. وغلاوة ده، ما بقاش قطم لما خليته يمشي يكلم روحه. كلمت الجنابك يا بيت، يا بيت اقصر الشر. انت ايه بتقولي للشر اشتر؟ بقولك يا أما اقصر الشر، انت خليك انت الكبيرة وسيبيني في حالي بقى. يا بنت انت رايحه فين؟ رايحه فين يا بنت؟ هتعرفي لما ارجع يا اما. سلام. ما
صباح الخير يا عم سعادي. اهلا وسهلا. هي الاستاذه شيرين موجوده؟ اصل انا عايزاها في قضيه مستعجله قوي. والله شيرين لسه ما فتحتش مكتب، بس انت ممكن تلاقيها في المحكمه دلوقتي. يعني اروح المحكمه اسال عليها هناك؟ اه ممكن. بس لو قابلتيها قولي لها باباكي بيقول لك لو ما جيتيش على الغدا زي كل يوم عوش هياكل وهيعمل اضراب عن الطعام. حاضر هبلغها بالاذن. مع السلامه. أنا شفت دي فين قبل كده؟ شفتها فين يا سعادتي؟ شفتها. اصلك ما تعرفش هما بيعملوا معايا ايه ولا بيهددوني بايه. الا الخيانه يا ساميه، الا الخيانه طعمها مر على الامن. ده من امنك لم تخونه حتى لو كنت خاين. سهل عليك قوي تقول كده، ما انت ما جربتش تبدع عين وسط اخواتك بعد ما امك تتفش وابوك يتجوز واحده شرانيه. ما عرفتش معنى الذل للناس ولا انك تبيع نفسك بالرخيص بس عشان تبقى عايش. ما عرفتش يعني ايه الواحد يبقى ابن ليل ولا الواحده كمان تبقى بنت ليل. فقر الفلوس برضو. أصل انت طيب قوي يا عم غول، تعرفش العالم بره بيعملوا في بعض ايه بس علشان لقمه العيش. وانا مش عارفه انا جايلك ليه النهارده، بس حاسه اني محقوقه لك وانك ما تستاهلش مني كده. روحي يا بنتي، ربنا يسهل لك ويسامحك. خير يا حاج. يسعد صباحك يا حبيبتي. ما انتيش فاكراني ولا ايه؟ ما تاخذينيش يا بنتي، مش واخده بالي. معذوره، ما انت ما شفتنيش غير مره واحده يوم الفرح. فرح مين؟ فرح نوجة على سعيد. ماني نعنع مرات اخو نوجة، نعيمه مرات الكن. اهلا 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 يا حبيبتي، اتفضلي خطوه عزيزه. يزيد فضلك يا حبيبتي. اهلا اهلا وسهلا. امال عروستنا فين؟ نعنع. والله ليكي وحشه يا بنت الايه. ما انت من يوم ما اجيتي هنا ما سالتيش، قلت اجي اسالك. منوره الدنيا كلها. عن اذنك يا ماما. اذنك معاكي يا حبيبتي. تشربوا شاي ولا حاجه ساقعه؟ مش عايزين نتعبك، اني هبقى اعمل كمان شويه. ايه يا بنت الحلاوه دي، والله زي القمر. شكل حماتك طيبه قوي يا نوجة. قوي بلسه زي ما شفتيها كده. اقعدي اقعدي يا بنت. طمنيني، انبسطت شهر العسل يا بنت؟ يعني المهم انتوا عاملين ايه؟ الكن والعيال كويسين؟ احنا مية مية، والكن زي ما هو مطيور، طالع نازل داخل خارج، عامل زي فرقع لوز، وفي الاخر على ما فيش. وما رجعش السوق زي ما طلب من السعيد؟ لا، وده اللي محيرني. منين اتشرط عليه انه يسرح السوق، ومنين ما فتحش الدكان لحد دلوقتي؟ ما هو ده الكن يا اختي، ما حدش ابدا يعرف ايه اللي في دماغه. ده ان كان في حاجه في دماغه من اصل الحال، بس بيني وبينك في حاجه بتحصل له كده اليومين دول اني مش فاهماه. حاجه زي ايه؟ مش عارفه، زي ما يكون مش همه حاجه والقرش بيجري في ايده مش بالعاده يعني.
فلوس المهر يا اختي، يعني انت ما شفتيش بعينيكي وما سمعتيش بودانك ساعة قريت الفتحة؟ اسكتي، كله كوم، واللي حصل له يوم ما جه يبارك لك يوم الصباحية كوم تاني. هو ايه جا؟ اصلاني ما شفتوش. انت ما دريتيش ولا ايه؟ ده قام النجم علشان يبقى اول واحد يبارك لك، بس سعيد قام بالواجب وكرشه، واني والعيال قمنا بالتفاح والموز. هو سعيد ما حكلكيش ولا ايه؟ ها؟ لا ما حكليش. اتبينه بقى، يبقى ما حبش يضايقك، باين على الجدع بيحبك وشريك يا نوجة. يمكن. بقول لك ايه، هي الست المحاميه شيرين السعادي، الاقيها فين؟ موجوده انا كده. شكرا. أنسة شيرين. طب ازاي؟ الحمد لله. معلش 5 دقايق بس. هنزل لك ان شاء الله. كتر خيرك ان انت افتكرتيني، ده عمي سعادي اللي مربيني من صغري على ايديه، لما شافني ما عرفنيش. معلش يا قطر، ما انت عارفه بابا راجل كبير يعني نظره مش زي سعادي خالص. بس معلش بقى، هو مصر على شغلانه الغم دي. خير؟ ربنا يديله الصحه. انا كنت عايزاكي في حاجه مهمه قوي يا ست شيرين. تحت امرك. انت عارفه ان انا كنت متجوزه سعيد وطلقت، وبعدها اتجوزت واحد تاني وبرضه اتطلقت. انا دلوقتي عازبه، لكن سعيد بقى لي يومين ثلاثه متجوز. تمام. انا بقى عايزه اخد منه العيال. من حقك طبعا. خلاص، هو ده المطلوب. يلا نرفع قضيه. حبيبتي كده خبط لزق كده. خبط لزق؟ امال انا جايلك ليه؟ بصي، قضيه يعني خصومه، وخصومه يعني كراهيه ما بين الطرفين المتخاصمين. لازم تعرفي ده من الاول. انا عارفه هي هتتنيل اكتر ما هي متنيله. بصي حبيبتي، احنا نبتدي الاول معاه بالزوم بالتي هي احسن. ما جابش نتيجه نرفع قضيه، ايه رايك؟ الذوق ومال، هو حد يكره الذوق؟ بس انا عايزه اقول لك ان سعيد مش بتاع الكلام ده. انا عارفاه يا استاذه، انا مربيه وخبزه وعجنه على ايدي. طيب يا حبيبتي، بصي انا عندي قضيه دلوقتي لازم امشي، نتكلم بعدين. اوكي، كتر خيرك. منصوره ان شاء الله يا استاذه، عقبال قضيتي يا رب. إلا أخرج بسلامتك، ولا أبلع السؤال من أصلك. ولا تبلعي ولا حاجة، محدش حاسس بيها، محدش بيحس بالنار غير اللي مسكها بإيده. قصدك اللي غاوي يمسكها بإيده؟ شغالي الأسطوانة بقى يا أما، ما أنا لازم أسمعها كل يوم. نهيتك ما انتهيت، والطبع فيك غالب، وديل الكلب ما يتعدل لو علقوا فيه قالب. بقولك يا أم، اتفرج على التلفزيون احسن، بعدين الاعلانات تفوتك. شوفي البنت بتتقوس عليا ازاي. عارفه الاغنيه دي؟ حق لسه جوه؟ بقاله يجي ساعة واكتر كده يا ريس. ممكن نتكل يا ريس، ده انت مش عايزه. لا محدش تعتع من هنا، مش عايزين حد يخش لنا في الوكالة. افتح. حاضر يا ريس. ابو فين؟ ماله؟ يا عم وطي صوتك لا يسمعوك. خايف؟ صحيح. الجبن سيد الاخلاق. وانت مش هتعرف قيمة الحاج سلطان ده ولا الريس سعيد غير لما تجرب غيرهم يا اخويا. ما احنا ايام قبل كده يا حاج طلعنا حاجات فرعوني على روماني على جريكي. عايز تقول ايه يا سعيد؟ عاوز اقول له على حياتي يا حاج، مصركون اللي محياك. صح ولا انا غلطان؟ صح يا سعيد، صح. طب ايه العبارة يا حاج؟ ما تقولها لي كده على بلاطة. اللي بيحصل في السوق ده كل يوم والتاني، مش شايف انه يقلق؟ ايه دخل اللي بيحصل في السوق فوق يا حاج بالشغل التحتاني؟ كله منفذ على كله. انا حاسس ان الحكايه دي متدبر لنا مخصوص. البوليس اللي بيتنطط علينا كل يوم والتاني، البضاعه المضروبه،
الدولارات اللي مدسوسة علينا كانت في الوكالة، وربنا نجانا منها، وإلا كنا روحنا في 60 دقيقة. كل ده مش قلقك؟ وهو عشان كده يا حاج أنا بقول إن نخلص الحكاية دي بدري قبل ما الحياة دي أكتر وأكتر، لأن السؤال عن الحاجات اللي حرقتني الحراق بيكبر كل يوم والتاني يا حاج، وبقت شغلانة اللي ملوش شغلانة. تفتكر كده يا سعيد؟ افتكر، ما تفكرش مرتين يا حاج. خدي دي بقى من ايد نوجة. ماشي. وريني كده بتذاكري ايه؟ الحرف ده ايه نوجة؟ بي يا روح نوجة. يلا يا حبيبتي ذاكري. يلا شوت شوت. قلب ماما يا روح قلب ماما يا عيون ماما. مساء الخير يا خالتي. مساء النور يا قطم، تعالي اشربي شاي معايا. متشكره يا خالتي، هعشي الولاد الاول. يلا يا صفوان يا حبيب قرب عشان تتعشى. اكمل الماتش بس يا ماما. كمله يا حبيبي بعد ما تاكل من ايد امك حبيبتك. لا يا ماما ماليش نفس، مش عايزه. يلا مش دلع. تعالى تريح كده. يلا يا صفاء سيب اللي في ايديك ده عشان تاكل. انا قاعده بقرا وشبعانه. يلا يلا يا صفوان يا حبيبي افتح بقك. هو انت تعرف يا حبيبي تاكل غير من هدومك؟ يلا بينا انا مش شايفه يا حبيبي. يلا يلا يا صفاء افتحي بقك يا حبيبتي. هم 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 يلا هم 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 يا جمال شطوره يا حبيبتي. فكرتوني باللي كان ايام ما كنا لسه عايشين في البودره. الطعم اللي سعيد جوز الحمام ياكلهم من هنا يبقى بدر منور. وشو ده قد كده قمر 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 والله العظيم يا ولاد. يعني عليك دلوقتي يا سعيد، وشك يا حبيبي بقت قد اللقم قد كده والله يا خالتي. خد يا حبيبي يلا اكل العيال وانت ساكته يا قطم لا يزوروا. هو انا فتحت بقي يا خالتي؟ افتح بقك يا صفوان. انا كل اللي قلته ان سعيد طول عمره ما بيحبش الحمام اللي بالفريك، طول عمره يا خالتي بيحبه بالخلطه. افتح بقك يا ماما. مالك يا حبيبي؟ مالك يا حبيبي؟ مالك في وقت زورك ولا ايه صفوان؟ بسم الله عليك يا حبيبي بسم الله عليك. معلش يا خالتي العتب على النظر. خدت الشر وراحت. كلام الحق يا سعيد، اخبار العروسه ايه معاك؟ ماشي الحال يا حاج مش بطاله. يعني انت لسه ما ندمتش على الجوازه دي؟ خلاص يا حاج الفاس وقعت في الراس والكلام ما منهوش فايده ولا عايزه. امال الواد اخو البت بتاعتك دي قاعد يتحايل عليك عشان يجي السوق؟ لا جه السوق ولا فتح المحل بتاعه ولا عمل اي حاجه. ما تشيله من بالك وخلاص يا حاج، خلينا في المهم. هتعمل ايه في موضوع الجماعه اللي بره دول؟ هتخلص؟ والله يعني نسيب الموضوع ده وتدوره في دماغي وبعدين اشوف. ها؟ يلا تصبح على خير. انت بخير يا حاج. يلا سلامه. سلامه خير. Thank you.
في ظرف ما فيش، عايزه أنظف من الصيني بعد غسيله. ده؟ أيوة ده. هانت يا شوق. يلا رجالة زي ما قال، في ظرف ما فيش عايزينه أنظف من الصيني بعد غسيله. يلا رجالة. يلا بسرعة. يلا. يلا رجالة. يلا. بسرعة. مساء الخير يا نوجة. مساء. ايه؟ مش هنتعشى؟ هقوم احضر لك العشاء. مش قلت عايز تتعشى؟ صباح الخير. أنا عاوز أصالحك. بس أنا مستعجلة. ما تضحكيش عليا يا بنت. عزيزة حكت لي على اللي عملته قطر النهارده. إذا كان عليها أنا استعجل. لكن أنت. شوفي يا نوجة. أنت دخلتي البيت ده وأنت عارفة كل الظروف. هو صحيح جوازنا يجي بسرعة. أقول الحمد لله تم. يمكن انتي لسه معرفتيش مزاجي، لكن انا عاوزك تعرفي ان انا اقل حاجة تزعلني، اصغر كلمة حلوة تبسطني وترجعني عيل صغير. انا طبعي كده، ويمكن طبعي صعب، بس انا اعمل ايه بقى، دي خلقة ربنا ومش هعترض. قولي لي هتقدري تستحمليني كده يا بنت الناس؟ معقول الغول هيرجع السوق بعد الغيبه الطويله دي كلها ويفتح محله؟ وليه لا؟ ما كل شيء جايز، حتى حبل العجايز. شايفين المحل شغالين في توظيف زي النار ازاي؟ بس الحكايه دي فيها اني عرفت يا ارزق. ماشي يا طعمدي، بكره تقول الارزا قال. بس انا متهيألي كده والله اعلم انه الحاج سلطان هو اللي عامل الحكايه دي، ومتفق مع الغول ومظبط معاه انه يرجع السوق. يعني هو يعمل كده ليه؟ ده شغل معلمين رسم على كبير، وتلاقيه متفق مع الرجل علشان يرجعوا السوق ويكتر الرجاله بتوعه. ايوه ما انا عارفه، علشان يتحكم فيهم زي ما هو عايز. صباح الخير يا رجالة. صباح الخير يا حاج. صباحك ندى. مش عادة يعني اجي قبل منك الوكالة يا سيستيم. معلش يا حاج، هي الناموسية كانت كحلة حبتين، راحت عليا نومة، ما تاخذنيش. وفي ايه الدوشة دي؟ ابدا، الدكان اللي جنبنا بيوضبوه يا سيدي. دكان مين؟ دكان الغول؟ عشان اقولك ان في حاجه تحير في السوق ما انتش مصدقني. انا حاسس ان الراجل ده مخنلني مصيبه كبيره قوي يا سعيد. ايه اللي طلعها في دماغه يفتحها تاني؟ لا ووضبها كمان. والله علم علمك. قول لي انت، انا ياما اتحايلت عليه عشان اشتري منه الدكان ده باي تمن هو عايزه، يقول لي لا لا. تفتكر بقى ايه اللي حصل؟ انا هعرف لك دلوقتي ايه اللي حصل. اخور دلوقتي بفلوس بعد شويه ببلاش. هتروح له؟ اه. افهم ايه اللي بيحصل؟ هترجع تاني ولا هتفقعني بومبة؟ طبعا راجع. عيب يا حجوب. سلام. سلام يا اخويا. سيسيمو دوكو، اهلا وسهلا. ايه النور ده؟ ايه بلاقيك عندنا؟ انا يعني كنت جاي علشان الموضوع كده، بس الظاهر بقى انك مستعجل. استاذن. لا تعالى تعالى احسن، هو انا عندي مشوار مهم وراجع وكان بس. الله الله. لا لا امسك عليا النعمه، من جاي على امسك يا عمي. بقول لك خلاص عيب، امسك. يبقى الحساب يجمع. يجمع يجمع ازاي؟ والله الحال شكله وهيتصلح، كل يوم انيل من اللي قبليه. ما هي البلد مش ناقصه هز وسط اكتر ما هي مهزوزه يا دوب. طب اعمل ايه بس؟
وانا يعني لقيت شغلانه تانية قلت لا. اسمع يا دوك، انت تعرف تسوق؟ اسوق؟ اسوق الى مرز؟ تسوق عربيات؟ امال هتسوق الهبل يا اخويا. يعني شويه كده. طب خلاص تعالي بعد الظهر في الوكاله وانا هظبطك. ايه ده؟ هشتغل عندك؟ تشتغل معاه يا اخويا، تشتغل معاه، اتكل على الله دلوقتي. يلا يلا سلام. لا بعدين ولا قبلين، دخلالك على شهري ولسه مش حبلي. شو لسه مش حبلي ازاي؟ هو اني بشوفه اصلا غير كل فين وفين؟ لا مؤاخذه بقى يا حبيبتي، يبقى التقصير منك انت، ما تاخذنيش. يعني ايه؟ يعني الست هي اللي تعرف تربط جوزها في البيت وتخلي فيه لابد لها ليل ونهار، ده لو حبت يعني. منك نستفيد يا ست نعنع، ارسمي يا معلمة. يعني ما تبقيش نكديه كده وبوز، يعني شي وفرفشي وان غلط استحمليه. وادي دقن اهي، لو ما ساب الدنيا كلها وجري عليكي ما بقاش انا. حتى لو زعلان من حاجة أنا ماليش دعوة بيها؟ طبعا، ما هو الراجل كده يطلع غلبه في اللي قدام، والواجب الست إنها تستحمل. أمال إني مستحملة أخوكي ده إزاي؟ سألت نفسي السؤال ده كتير وما فهمتش. زي ما بقولك كده، المهم إنك تلحقي تخلفي له منك حتة عيل عشان أربطه. طبعا. طب ما أنت فاهمة أهو. فاهم بس مش مقتنع. بقول لك ايه، انت هتخوتي لي دماغي ليه؟ مقتنعه مش مقتنعه، هي الدنيا على كده. هي دي بقى العربيه اللي هتعلمنا عليها السواقه؟ يعني انا كنت ضحكت عليك وقلت لك هجيب لك احدث موديل؟ ايوه ضحكت عليا وقلت انها عربيه. بقول لك ايه، هي دي اللي حيلتي بتاعت خالي اللي في امريكا، مرفوعه بقى لها 20 سنه، طبيعي يعني يجي لها برومه. والله البرومه اللي كلت دماغك دي بنزين صح؟ بقول لك ايه، انت هتفضل تشتغل في الحكايه دي على طول؟ اروح اركن العربيه ويلا روح شوف لك اي مكتب يعلمك وياخد منك دم قلبك. لا 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 ده تكتره، خلينا في زوبه دي. علمني بقى. بص يا سيدي، ها ده اسمه الدركسيون، وده اسمه الفتيس، واللي فيه البتاع الابيض اللي بيلف ده اسمه العداد. ايوه، وبالاماره بقى ده اسمه كرسي، وده اسمه تابلو. يا دكتوره احنا لسه في مدرسه ابتدائي. بقولك ايه، انزل انا اللي هسوق. هتعرف ادوكو؟ ده انت فاشل في تسوقها. معقول انا مش هعرف؟ وبعدين انت هتبقى في جنبي يا جدع. دوكو ده عربيه خالي. يا جدع عيب، ده انا زودتها. متاكد؟ اركب اركب اركب. حلاوتك يا دوكو، الكونتاكت داير. ها بالراحه كده. دوس بقى دبرياش. فين دبرياش؟ لحظه واحده عليا. دوس اهو. اهو هو ده. ايوه هات الاولاني. الاولاني العصايه دي من الفتيس ده. ايوه اهي اهو. دوس بقى كده بنزين سنه سنه وسيب دبرياش سنه سنه سنه. ايه 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 سنه سنه. سنه. ايوه كده. ايوه ايوه بالراحه. يا حلاوه، امسك الدركسيون. امسك الدركسيون. اعدل نفسك اهو. ايوه اعدل نفسك اهو. ايوه رايح فين؟ ايه اعدل العربيه اهو. اعدل العربيه دي سهله خالص. ناحيتك دي اسهل من دقعه طبله. يا ده اعدل نفسك. يا لهوي انت رايح فين كده؟ ايه ده؟ اطلع على الرصيف. ايه اطلع على الرصيف. ايه ده؟ هي هي اللي فرمت في الشمال ولا في النص؟ الحق الحمد لله على السلامة دوك. خالي دور على حد يا أخينا. أيوة تعرف اللي ساكن في البيت ده؟ الغول. ايوه. ومين في الحته ما يعرفش الغول؟
طب هو ما تعرفش اذا كان جوه ولا لا؟ لا ده عازل بقاله كام يوم ومحدش هنا يعرف راح فين. عازل راح فين ده يا البني ادم ده؟ والله سالت عنه في كل حته يا حاج، محدش عارف له طريق. الله، لما هو عازل امال رجع تاني ليه عشان يفتح المحل بتاعه؟ يمكن مش هو اللي بيفتحه يا حاج. قصدك ايه يعني؟ يمكن يكون باعه او اجره. ايه ده يبقى نهاره اسود ونهار اللي خلفوه. انا بقالي 10 سنين بتحايل عليه يوم ما يعملهاش معايا ويعملها مع غيري. انا اللي لحم كتافه من خيري اللي بصرف عليه وعلى معايشه طول السنين اللي فاتت دي كلها. وحق يعني ما نعرفش ايه الظروف بالظبط. ورالك ايه يا سعيد وانت هتقعد لي كده؟ ما تعرفش اصل وفصل الحكايه؟ لا يا حاج، انا هعرف لك اصلها وفصلها في 5 دقايق. ازاي بقى؟ هتشوف يا حاج. كويس اهو. بص كويس يا ابني يا سعيد. ايوه احلى شاي، الحاج سلطان بيسبح ويمسك. تعيش يا زوج. شاي ايه يا رجاله اهو؟ يلا شوف مصلحتك انت اهو. الا المحل ده بتاع مين؟ واحد من رجاله السوق بس باين عليه تقيل قوي، ده صارف على المحل كتير علشان يطلع حاجه كده سوبر لوكس. هو بقى الواحد ده اسمه ايه؟ بتقول مين يا عنتر؟ القن، القن حد سلطان. الراجل المقاول اللي في الوكاله بيقول لي ان اللي ورا الحكايه دي واحد اسمه المعلم قن. معلم قن؟ جالك كلام يا سعيد؟ هو القن موجود في السوق؟ لا يا ريس، ما بقالوش اثر. طب انا اذنك يا حاج. رايح له؟ عايز افهم ايه الحكايه. سعيد زمان وارجع لك يا حاج. صباح الانوار يا معلمين. اهلا يا دوكو، جيت في وقتك، لو اتاخرت ايه ما كنتش لقيتني. حاج سلطان ده دوكو السواق الجديد. خش رجالكم. اسمك ايه؟ مدكور يا حاج، مدكور سعد مدكور. كنت بتشتغل سواق قبل كده؟ صراحة يا حاج يعني دي أول مرة أشتغل الشغلانة دي. أمال كنت بتشتغل إيه قبل كده؟ ها؟ يا أهلا يا أهلا يا أبو نسب، اتفضل يا أبو نسب. تاني؟ أنت مش هتتعلم يا كم؟ الله. وأنا اتجوزت الأدب ولا كدبت لا سمح الله؟ ما هو أنت أبو نسب شئت أما بيت، ها؟ اللي مش قاعدة في بيتك دي تبقى أختي، ها؟ بنت أمي وأبويا. أسرة يا كم؟ إيه حكاية المحل الجديد؟ السلام، انت عرفت فيك الخير. صحيح ابن قصور جاي يبارك لي. الله يبارك فيك يا سيدي. بطل الحبتين بتوعك وقول لي اتكلم عدل. يالا احنا هنفضل نتكلم كده وقفي على الباب، ما تفضل جوه. اللهم طولك يا روح. ايه يا عمنا؟ الله، انت كل اجداء كده ليه؟ الحكايه وما فيها ان البليه لعبت والحظ تبسم تبسم تبسم. بليه ايه وحظ ايه؟ انت بتستعبط؟ جبت الفلوس منين؟ واجرت المحل من الغول ازاي؟ انا ما اجرتوش، انا اشتريته. كمان جبت الفلوس دي كلها منين يا ابن المقشفه؟ ده مهر اختك ال 50,000 دولار ما يشتروش كشك في السوق ده. ربك اما بيريد بقى، ملك الملوك اذا وهب لا تسالن عن السبب. اعترض بقى. الغول فين دلوقتي؟ ما انت عارف بيته. يعني ما انتش عارف انه عزل؟ ان شاء الله انتص في نوادري ما اعرف. قسما بالله العظيم، قسما بالله العظيم، وديني بقولها لك تاني، لو طلعت ده من ملاعيبك اياها دمك ما هيكفيني، فاهم؟ انت جاي تهدد في بيتها سعيدة سيستمو. واكسر دماغك كمان، لو ناس حسبوك عليا بني ادم. يا عمنا انت جاي تجر شكلي في بيتي وخلاص. لاخر مره هسالك يا كن، جبت الفلوس دي كلها منين؟ خدتهم من ناس، ناس معاها فلوس وعايزه ترميها في السوق. ناس مين؟ اهو ناس وخلاص. انت يعني يهموك في ايه؟ ولا انت عايز تحكم في رزقي كمان؟ لولا يا متاكد انك خايف انا كنت عرفت ازاي ابعترك، ولا حد فيك يا بورس عين هيعرف يلمك تاني. يا عمنا انا مش عارف امتى نظرتك ليا هتتغير. ولا عمرها هتتغير، لان الواطي هيفضل كل عمره واطي. هنشوف يا ابو نسب، هنشوف. ازاي يا سعيد تسيبه من غير ما تعرف دول يطلعوا مين؟ ومين قال انا سبته يا حاج؟ انا بس واخده بالهداوه على بال ما وصل لقراره. ايه؟ ولا بقى عشان بقى نسيبك؟ تقصد ايه يا حاج؟
قصدي يا سعيد يا ابن اخويا ان ايدك طريت حبتين. الله يسامحك يا حاج. لا ايد سعيد سيستم ما بتطراش ابدا، بس كله باوانه. انا قصدي القرن بالذات، هي حوا بقى لما بتلف الدماغ. لا بقى انا حمشي قبل ما تنقرزني اكتر من كده. السلام عليكم. عليكم السلام يا حبيبي. اللي مجنني ازاي الغول يسيب له الدكان بالسهوله دي؟ ازاي يا سعيد تسيبه من غير ما تعرف دول يطلعوا مين؟ ومين قال انا سبته يا حاج؟ انا بس واخده بالهداوه على بال ما اصل لقراره. ايه ولا بقى عشان بقى نسيبك؟ تقصد ايه يا حاج؟ قصدي يا سعيد يا ابن اخويا ان ايدك طريت حبتين. الله يسامحك يا حاج. لا ايد سعيد سيستم ما بتطراش ابدا، بس كله باوانه. انا قصدي القرن بالذات، هي حوا بقى لما بتلف الدماغ. لا بقى انا حمشي قبل ما تنقرزني اكتر من كده. السلام عليكم. عليكم السلام يا حبيبي. اللي مجنني ازاي الغول يسيب له الدكان بالسهوله دي؟ خمس دقايق وكون جاهزه، احلى دماغ لاحلى معلمين. عفارم عليك يا كن، بالشكل ده هنخلص بسرعه. هما يومين ثلاثه بكتيره، ده احنا شغالين نار. خلي الجماعه يشهلوا واحنا هنكرمهم بزياده. اديك شفت المعلم الكبير وكرمه. هو المحل ده هنفتحه ايه؟ انتيكات وتحف زي وكاله سلطان. اه كده مش هنبيع بربع جنيه في الاسبوع. ليه؟ في دماغك حاجه تانية؟ القديم ملوش زبون، انما الجديد زبونه دايم، وما دايم الا وجه الله. قصدك ايه؟ نفتح محل بضاعه صيني مستورده زيها زي اللي في وكاله سلطان، بس على جديد، وشوف هنبيع قده كم مره. والله فكره مش بطاله. احنا مش هنختلف يا كن، بس سيبني ارجع للمعلم الكبير. انا بس بسال يعني عشان اليافطه. انت هتعمل يافطه كمان؟ امال يافطه مفتخره، وهعمل نيو لوكز ونظهر بقى في السوق ونبقى معلمين على حق. يلا خليها تطبل على دماغ الناس. تطبل ولا تزمر، المهم اليافطه والصوره. يلا يا عج اعمل لك همه. الكم معقوله؟ انا بحسبك عارفه. واني هعرف منين؟ إيه؟ ماني على حطه ايدك، لا بروح ولا باجي. انا مراته، مش هي بتزورك؟ نعنع؟ ايوه هي. صحيح جت زارتني مرتين ثلاثه، لكن ولا جابت لي سير. بصي يا نوجة، واخوكي صحيح، لكن لو ابتدى شغل اللبط ما تزعليش مني لو عملتها معاه. اعمل ما بدلك معاه. سعيد انت نسيت انني جيت هنا هربانه منه؟ لا ما نسيتش، لكن زي ما يكون مش عاوز يجيبها البر، كل شويه يعمل مشكله، زي ما يكون غاوي يضرب على قفاه. صباح الفل يا سيستم. فقش مش معقول. هو ايه اللي مش معقول يا سعيد؟ مش عادة اتصبع بخلقتك بدري كده؟ اكيد انت طالع من مصر الفجر. اهو بقى قلت الكلام في التليفون مش هينفع. طب اتفضل يا اخويا، اطلب لنا قهوة يا عنتر. بس كده من عناية يا سيستيمو. اكيد جاي لي عشان الست الكركوبة بتاعت اللوح. هي يا سيستم اسمع يا فرويد، انا لما تعجبني حاجة بقول فيها كلمة واحدة بس، ضروري هي يعني تعمل لي فيها بنتي بارن ديلو. ولو قلت لك عشان خاطر يا سيستم. خاطر ده ايه يا عم فؤاد؟ الله، هو الشغل فيه خواطر؟ انت سيد اللي عارفين. طب اسمع، ما تشوف لها حد من بتوع مصر ولا اسكندريه؟ دول كلهم حبايبي يا عم. انت بتقول فيها دول يتمنوا؟ طيب حلال على اللي يشتاق. سعيد الست مزنوقه. كلنا مزنوقين يا عم فؤاد، الله يفرجها عليها وعلى الكل من وسع. ستي صعبانه عليا قوي يا سعيد. يا اخويا ما دامها صعبانه عليك بتشيل انت. انا لو معايا ما اتاخرش، ما كنتش اشتغلت السمسار. وبعدين اللوحه تستاهل يا سعيد.
تستاهل. انا عارف انها تستاهل يا عم النحنوح. اللي يسمعك ما يفتكرش انك ميت على العمولة. دي نكرة ودي نكرة. طب خلاص يا عمنا، بس افتكر انا هعملها عشان خاطرك. ادوكو امورنا يا سيستم. قصدي ريس. جاهز العربية، احنا رايحين مصر. حاضر ريس. يا هنتر. ايوه ريس. احنا هنشرب لهوة وماشيين، لو الحاج وصل وسأل عني لو رحت مصر في سبوبة. حاضر يا ريس. تيجي تتريقي عليا يا نوجة ولا ايه؟ اتريق عليكي ده ايه يا نعم؟ انا سامع الكلام بودني. دكانة ايه وفلوس ايه؟ الكرن على حاله قديله اسابيع، يقوم من نوم العصرية ياكل وينام تاني، وبعدين يدور في الشوارع طول الليل يتصرمح ويرجع وش الفجر ينام تاني. بعيد عنك اكل ومرعى وقلة صنع. يعني هو نايم جوه دلوقتي؟ ايه بقولك راجع وش الفجر. يا اختي يا نعنى، وانت يا بنت مش خايفة لا يسمعك؟ ما يسمع، وانا يعني بقول حاجة غلط. طب وانتو عايشين منين وازاي؟ اهي مستورة. انت بتعمل ايه؟ انت اختي يا نعنى والمليان يكب على الفاضي، مش كده ولا ايه؟ تسلم لي حنية قلبك يا اخت جوزي، والله ما انا عارفة اي بطن اللي شالت كنتوا الاتنين. يا معلم كان هو مش ده صوت الولا العجة؟ اه باينه كده. هو ايه الولا اشترى عربية ولا ايه؟ انا عارفة يا اختي. تعال نشوف. تعال يا معلم كان. يا معلم كان. ايه يا ولا العجة اللي انت لابسه ده؟ وعربية مين دي يالا؟ دي عربية سيدي معلمين الجديدة. عربية مين؟ عربية سيدي المعلمين جوزك. ازيك ازيك يا ست نضر؟ ازيك يا ولا يا عجة؟ ايه واد الشيكة دي كلها يا ولا؟ والله حاجة بسيطة يعني كده، في تلات تطقم لسه في شنطة العربية يعني. كوشي جوه انت وهي. يا حومتي انت هو ولا مش هو؟ وده من ايه ده يا كان؟ اقفلوا الشباك بلاش فضايح. ده كلام اللي بيتقال بقى صحيح. ازيك يا نوجة؟ عامل ايه مع جوزي؟ لو مضايقك في حاجه قولي لي. كله تمام يا اخويا بخير. تعالى كلمني هنا الاول، العربيه دي بتاعتك يا كان؟ مش قد المقام، مش حلوه، قريب هنغيرها. وجبت الفلوس دي كلها منين يا كان؟ امسك امسك يا نعناع. ايه دول يا كان؟ دري نفسك انت والعيال، يلا هاتولكوا كام حته جديده كده عشان تليب المقام الجديد. وانت كمان يا نوجة امسكي. بس ده كتير قوي يا اخويا. مش كتير ولا حاجه، ولو عوزت اي حاجه قولي لي، احنا اخوات يا نوجة والضفر ما يطلعش من لحم. حاضر نازل يا جعر. يخرب بيت حكايه. عن اذنكم. عن اذنكم. انت يا بنت تشوف. انت مش هتنسى شغل الرجل القديم ده. لا معلش يا سيدي معلش. مش تتعلم ازاي تتعامل مع البهوات. حاضر. وبعدين انت مش مستنيني؟ اه التومبيل داير ليه؟ داير انا كنت حاضر. بس اسكت. طيب خدها كلمه حكمه مني، تطفي التومبيل توفر بنزين. افتح الباب افتح الباب. بتشرح ايه كم ولا الحسين؟ هادي سلسلة. اقفل الباب يا نغب. حاضر يا سيدي معلمين. شوية شوية. حاسب حاسب. تعال. شوية. حاسب دورك عندك. يا
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والله أصحاب العقول فراح بقى تدفع الألفات دي كلها في حدة القماشة دي. مش فاهمك أنت في الفن يا دوب. ويعني أنا بتاع جبنة رومي ولا إيه؟ ما أنا فنان برضو. يا سيدي ما قلناش حاجة، أنت فنان بس الفن ده غير الفن اللي بتفنوه يا عمنا. طب أنا عايز أعرف مين هيدفع الفلوس في الفن ده؟ يا عمنا الناس مش لاقية تاكل. في ناس مش عارفة تودي الفلوس فين، زي ابن الولية دي بيقولوا ضيع ثروة على ترابيزات الأمور، ولما خربت ملطة خد في وشه وأزح. وفي ناس ربنا أكرمهم وعاوزين يزوقوا عيشتهم بشوية فن، وفي ناس دار بيهم الزمن يا عيني وبيبيعوا زينتهم عشان ياكلوا لقمة العيش. إيه ربنا يحسن آخرتنا جميعا. يا فوقش ست مرضية هتعمل ايه؟ ربنا ما يحوجك، الحوجة اصلها وحشة قوي. ما تبكريش يا اخويا. الله ده انا اديتها 30 باكو عشان والله صعبت عليا. اه بس شوف انت هيطلع لك من وراها كام. يا دي القر الدكر اللي جابنا ورا، ربنا ما يجعل لنا جار وله عينين. يا فوقش امسك يا اخويا حر النار. ربنا ما يحرمنا منك يا برنس. سلام. جاهزين يا رجالة؟ كله تمام يا ريس. مفاتيح يا مانجر. ها مفاتيح اخويا. طب ما تسيبنا الاسوء يا ريس، دي فرصتي. انا خايف فرصتك تكون الاخيره بالنسبه ليا. اطلع. قول لي ايه الموضوع اللي حصل بينك ومحمود البلد؟ جاب لي حته قماش علشان نفصل هذا، طلعت محمود البلد. صباح عليكم، شفتوا الكن؟ لا ما شفناهوش، بتسال عليه ليه؟ لا مش قصدي، قصدي انني شفته وانتوا لازم تشوفوه. ونشوفه ليه يا ولا؟ ما انا حافظه زي ظهر ايدي يا ولا. لا ده بقى حاجه تانيه خالص. حاجه تانيه زي ايه يعني؟ حاجه ما تتحكيش، لازم تشوفه بنفسيكوا. تعالوا يلا نشوفه. تعالى هنا. تعالى هنا. فين؟ من هنا. يلا يلا هنا هنا. تعالوا في يالا. وليني على الكن في يالا. ايه رايك في اللون ده يا معلم؟ لا انا عايز الوان مزهزهه تشرح القلب الحزين. من عينيا الاثنين. يا سلام. ايش 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 ده الكن بجد ولا اني بحلم يا جدعان؟ اسمه سيد المعلمين المعلم كن يا ارزق. خلاص خلاص سيبه يا عجه ما يعرفش. وبعدين الارزق اخونا برضه. اللي عطاك يعطينا يا عم كن. شكر يا خلف. سبحان العطا الوهاب. معقوله كن ده كله بين يوم وليله؟ ارزاق يا سيد لما توحد الله. لا 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 علم ده ولا علم يا جدعان؟ ولسه يا سوق انتوا لسه شفتوا حاجه؟ لسه يا ما هتشوفوا بكره. وان شاء الله الافتتاح الكبير بتاع سيد المعلمين المعلم كان هيبقى يوم اللي هو بكره ده، والحاضر يقول لي اللي خايف كمان. ايوه يا حاج. ترجعت ولا لسه؟ لا انا خلاص عديت المنفذ. في ايه يا حاج صوتك مش عاجبني؟ دوس بنزين جامد، انا عايزك بسرعه. ايه الدوشه دي اللي عندك؟ انت لسه في الوكاله؟ ايوه ايوه بس سهل. في ايه يا حاج ما تقلقنيش. سهل يا سعيد، انا عايزك بسرعه. مع السلامه. خير يا ستيم؟ والله ما اعرفش. ايوه هو ساكن هنا. حضرتك تعرفيه؟
أنا مرات. حضرتك بقى المدام الجديدة. مظبوط. أنا شيرين السعيد المحامية. أهلا وسهلا. أنا نوجة. أهلا بيكي. يا ترى أستاذ سعيد فوق؟ لا لا، ده هو أصله يعني بينزل بدري. طيب ممكن أشرب مع حضرتك كوباية شاي؟ أو تشرفت، اتفضلي. أنا مش هاخد من وقتكم كتير، يعني لو تسمحوا لي. بيتك يا بنتي ومطرحك، اتفضلي. كويس ان انتوا الاثنين موجودين عشان اقول الكلام مره واحده، وكويس ان الاولاد في مدارسهم عشان ما يسمعوش الكلام اللي انا هقوله. خير يا بنتي، في ايه؟ انا جايه من طرف الست قطم، طليقه الاستاذ سعيد وام الاولاد. كده يبقى ما فاضلش غير شويه رتوش بسيطه على الوجه. يعني نقدر نجيب البضاعه ونرصها؟ طبعا، كلها شويه واليافطه تيجي. حاجه على ذوقي، حاجه معتبر. قشط عليه، لو دخلت مزاجي هدي لك نفحه زياده برهومه. الله يخليك لينا يا معلم. كان امسك دخان الرجاله. تسلم الايادي يا معلم. ولا عجه. شوف طلعت يطلع العربيه. يلا المهم يا رجاله، المهم ناس. الو، ايوه رئيس طلعت. يلا يا ابني انزبونا يا كنا. احلى صباح للمعلم كن. ايش دخلك؟ طبعا كل رئاسه. ايش يا سوق، فطار الرجاله كله عليا. انا صور معاك يا معلم. اصلح حالك يا معلم كن. طبعا كل سيدي كل. ايش شاكه والعلاقه دي؟ كان معلم كان. يا هلا. ماشي يا عم بالراحه علينا. بقول لك ايه، البدله دي جايبها منين؟ اوعى ايدك لا توسخها. ما لو وسختها انا اللي هنضفها لك برضه. بقول لك ايه، جايبها على كام دي؟ انت لو قعدت تكوي هدوم بورسعيد والسويس واسماعيليه لحد ما تموت مش هتحصل تمنها. يا عم بالراحه علينا، اللي اعطاك يعطينا يا ابويا. خلي بالك ربك ما بيعطيش الا اللي يستاهل يا حموده. بقول لك ايه، سيبك من ده، ما تجيب لك الزكته دي اكوالك شويه مكسره عليك. انا عايزه مكسر. اها جور من وشي يا عم بالراحه. ايه ده؟ معقوله ده المعلم كان؟ مش معلم المعلمين يا معلم كان. صباح جديد لانجل احلى معلم. والله العظيم منور المنطقه يا معلم كان. ازيك يا حوت؟ طلبات الناس دي كلها على حسابي. مشكلة معلم، انا عمرك ما هتواجد. روح يا شيخ، الله يعمر بيتك يا معلم. ربنا يخليك للغلابة يا معلم كامل. محمود ده مش عارف ايه ده يا دقي؟ اتجننت قطم دي ولا ايه؟ اتجننت عشان بتطالب بحقها القانوني في الاولاد يا ست الحاجة. توها ما افتكرت؟ مش متأخر ده الكلام ده؟ مين فينا يقدر يلومها يا ست الحاجة؟ وبعدين القانون في صفها. أنا جاية النهاردة عشان أحل الموضوع بشكل ودي. ياريت تبلغوا الأستاذ سعيد إنه يديها الأولاد، يعني هو مش هيخسر حاجة، وبعدين الأولاد معاه في نفس البيت. أستر أستر يا اللي بتستر. المسألة بسيطة، ياريت ما نحملهاش أكتر مما تحتمل. أنا كنت ممكن أمشي الموضوع بشكل رسمي، لكن رجعت وقلت أنتوا أهل والضفر عمره ما يطلع من لحم. كتر خيرك يا بنتي على كل حال اللي جيت تقولي لنا. أنا هستنى منكم رد في أسرع وقت. السعيد بس هو اللي يقدر يرد في حاجة زي دي. أنا ممكن أكلمه بشكل دايركت. لا لا يا بنتي، سيبينا لما نشوف إحنا هنتصرف إزاي. الظاهر حضرتك ما تعرفوش كويس. لا بصراحة ما تقابلناش قبل كده، بس أنا حقيقي سمعت عنه كتير. يا ريت تحذروه إن إحنا ما نضطرش نرفع قضية عليه، لأنه لو حصل هنكسبها.
بقولك ايه، اعلق على دور شاي تاني تشربي معانا ولا؟ لا خليها المرة الجاية ان شاء الله لما قابل سعيد ونحل المسألة المتعلقة دي. نورتي وانستي. اتفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام ورحمه الله. احنا ناقصين. والنبي تهدي روحك يا حاج. تاني هتقولي هدي روحك يا سعيد؟ بقولك القوالب نامت والانصاص قامت، انا مش عارف انت عايز ايه تاني عشان تتنحرر وتعمل حاجة. هو ايه اللي حصل بس يا حاج؟ ما انا قايلك مشارك ناس وزمانهم مكلهم الاونطة وشافت اللي معاهم عشان ينتك نفسه ويترسم له حبتين في السوق. ومين البغل ده بقى اللي يشارك الحمار اللي زي ده علشان يعملوا براسه براسنا؟ اعوذ بالله، راسه براسنا ده ايه؟ هو يتسجن؟ وبعدين ايه اللي بيجرى بره دي؟ تقول عليه ايه؟ زمانه بيلك في كلام فارغ. ما انتش تايه عن الكن يا حاج، والنبي ما تكبرش الموضوع وتعمل من الحبه قبه. خلاص يا سعيد، انا بكبر المواضيع وبعمل من الحبه قبه. اعمل زي النعامه تحط راسها في التراب وتعمل انها مش عارفه. يا حاج حركات جرابية، واحنا اكبر من كده والكبير لازم يفضل كبير، ما ينفعش نعمل مقامنا بمقام الواغش دول. خلاص اما نشوف يا سعيد، اما نشوف. انا مش مصدق نفسي، معقولة انت هتعمل كده يا كن؟ واعمل ابوها كمان. المعلم كن كلمته واحدة يا جدعان، الراجل جاي يقول لكم قبل ما اعمل اياته حاجة عشان اللي عايز يسحب نفسه من الحدوتة ده يسحب نفسه بالهداوة من غير ما يسخر سيد المعلمين. بالذمة ده كلام؟ حد يسحب نفسه من حاجة زي دي ده بقى اهطل وفقري. يعني نتكل على الله؟ يعني ما انتش خايف يا كن؟ المعلم كن ما بيخافش خالص يا ارزا. يعني هتخش على الحج سلطان بقلب جامد زي الاسد وتقول له انا جاي اعمل كده؟ امال هبعت له مستكون. شهر الفول لحس مخك يا طعمني. بصراحه حاجه ما تتصدقش بالسهل كده يا كن. يا عم هما مش بيقولوا ان الميه تكذب الغطاس؟ يبقى خلاص اختص وخش يا كبير. شوفوني يا سول، شوفوني عشان تعرفوا ان الكن ما بيخافش وكلمته واحده وانه قلب اسد. اتفرجوا عليا يا سول ورايا عجه. يلا يا سيدي معلمين هنشوف لو عملنا يبقى باين الكرامه عن حق. تفتكروا ان سرق الفلوس ده هنتكلم؟ صباح الخير يا حاج سلطان. خير؟ هو حد يصبح بوشك ويشوف خير ابدا؟ ده بدل ما تقولي مبروك على المحل الجديد. لا لا انا كده ازعل، ده احنا بقينا جيران يا حاج. اسمع يا انا، انا مش سبق وحذرتك ما تقوبش ناحيه الوكاله دي هنا ابدا. حصل ولا ما حصلش؟ حصل يا حاج امبارح، بس النهارده غير امبارح. ولا انت مش واخد بالك؟ واخد بالك انت يا ريس سعيد؟ خد يالا. ما بلاش يالا دي، ما بقتش لايقه عليا ولا انت شايف ايه يعني؟ طعن او كده كده حلو قوي نضيف ونشرب الشاي. ولا عجه ايه؟ انا عندي قهوه حسن، قول له ثلاثة شاي مستورد، قول له شاي مخصوص بتاع المعلم الكن. ماشي. استنى هنا يا حمار انت. محدش يجبني على الحاج سلطان في مكانه، فاهم يالا انت وهو؟ وماله وماله يا ابو نسب، نخليها على الحاج ولا تزعل نفسك. هات لنا الشاي يا عنتر. لا شاي ولا قهوه، انت ايه اللي حدفك علينا الحدفه الهباب دي؟ اكيد اكيد جاي وجرر وراك مصايب زي العاده. بص يا حاج، انا برضو بتاع مصايب، معلش مقبوله منك ولا اللي جاي لك في مصلحه؟ مصلحه؟ مصلحه ايه؟ مصلحه ليكو. لو ديها كمان ومعرفتش ايه العباره دي مش هيحصل لك طيب، لا انت ولا البرميل اللي واقف وراك ده. الموضوع مش مستحمل دي يا حاج، ده حاجة بسيطة شك الدبوس ولا برميل. ايه ابالة
اتفضل يا حاج. ايه ده يا كان؟ ده شكل حامله ب 150 الف ملطوش، ملطوش ينطح ملطوش، وما دام انت خدته تبقى خلاص انت حامله، حلال عليك يا حاج. ولا تحب تحمله انت يا رئيس السيستم؟ والفلوس دي مناسبة ايه ان شاء الله؟ ده سداد للدين. دين ايه؟ الدين اللي لكوا في رقبتي، العشر تلاف جنيه بتوع طلعة. بس دول مش عشر تلاف يا كان. ما هو ده مش ديوني لوحدي، انا عملت جردة لديون كل الناس اللي في السوق عندك، لقيتهم 145 146 اللي حتى قلت 150 مقطوعية واحدة. يا نهار ابوك واللي جابوك اسود. انت جننت يا لك، خد الشيك بتاعك. حقك يا حاج، عايزه كاش صح وماله، حقك ولا عجة. ايه الحكيمة يا ده؟ الحكيمة يا سيدي معلمان. اتفضل. يا ناس يا سوق يا ناس، اللي ليه ورقة مديونية عند الحاج سلطان ياخدها. الكن ضامن الكل، الكن حيسدد فلوس الكل، ومش عايز من اي حد فيكو ورقة ولا ضمانة. دي هدية مني ليكو بمناسبة الافتتاح، بس ارجوكو ارجوكو ما تنسونيش من الدعاء. ليه كده يا رئيس سعيد؟ حد يرمي النعمة على الارض؟ بالراحة يا اخوانا على الفلوس، يخرب بنت حكاية. اللي عايز يسدد ديون السلطان، قصدي للحج سلطان، يجي ياخدها من عندي في المحل. ومن النهاردة سيستم، هو ده البستم. يلا يلا. الضربة المرة دي كانت تقيلة حبتين، ضربة تقطم الدار، ضربة معلم صحيح. ولسه انا مش بعت له ورائد في المستشفى، قلت له الجايات اكتر من الراحات. ما كنتش بهزر يا قرش. اه يبقى زي ما قلت انا في الاول، الحكاية مش حكاية حسابات ومصالح وبس. مالكش دعوة باللي مالكش فيه، وما تسألش في اللي مالكش فيه، كده احسن للكل. ومع ذلك هي هانت يا قرش. بس انا خايف على الولاد، الكن والعجة، سلطان ورجالته ممكن يعجنوهم تاني. صحيح هما جتتهم نحست، بس لو حصل ده هيهد كل حاجة. ولا هيقدروا يهوبوا لهم المرة دي. بس انا عايز افهم، انت مالي ايدك كده من ايه؟ من ناس يا ابو مخ نور. الناس هما اللي هيحموهم المرة دي، هيدافعوا عنهم، لأن المصلحة بقت معاهم. حلو حلو قوي. ولسه لا يا حاج، دام الحكاية وصلت الدرجة دي يبقى خلاص ما عادش فيها سياسة ولا محايلة ولا سيستم. بعد شرف اتحاسب عليه، الحكاية دي مش هتعدي بالسهل. انجرت بقى زي كل مرة. لا يا حاج، لا مو زي كل مرة، المرة دي غير كل مرة. يعني قلبك مش هيحن عليه علشان بقى ابو نسب؟ انا محرج عليه اقول الكلمة دي تاني. كان بالنسبة لي جربوع، هيفضل جربوع، ما يسواش تلاتة ميلم حتى بعد ما خدت اخته. جبت البضاعة اللي اتفقنا عليها طلعان؟ جبت لك شوية تحف صينية ما تفرقهاش عن الأصل، وبخمس التمن. بص يا معلم كان، هي حلوة يعني بس كله صيني؟ يا الراجل هو في زي الصيني؟ أنا بجيب بضاعتك دلوقتي كلها من هناك، ده دول قرود، لو اديت لهم عيل صغير ممكن يعملوا لك زيه. خد امسك يا طلعان دول. خلي لا بعدين تقول ان احنا سرقناك يعني. يقطع اللسان اللي يقول عليك كده. شوف ازاي. انا طول عمري بقول عليك رجوله، ولا اكلت ولا شفطه، وازاي ناس ناس. انت كل عمرك بتسخ فيا يا منافق.
يا بتاع الكل، نسيت لما كنت عاوز تجرجروا النيابة واحنا اللي خلصناكو؟ في ايه؟ في ايه سيستيمو؟ انا اسمي الريس سعيد يا رم. خف ايدك يا ريس سعيد، عينك هتحطير عشان تعرف مقامك قدام الناس دي كلها. ايه؟ انا عملت ايه يعني؟ الحق سلطان عمك وسيدك وتاج ياسك وكبير السوق غصب عنك وعن التخان. فهم يالا؟ ولما تتطول عليه وتتجاوز الحدود يبقى لازم تتعلم الادب من جديد يا كم. وانا حالف يمين بقى بالله العظيم محدش هيعلمك الادب من جديد الا انا يا كم. معلمه وانا عملت ايه يعني عشان اتجاوز الادب يعني يا سيستيمو؟ بقول لك الريس سعيد يا زباله. ماشي ريس، ريس على عيني وعلى راسي، بس انا عايز افهم أنا عملت إيه عشان جنك عليا كده؟ أنت عارف ما تستعبطش. كل ده عشان رجعت للناس فلوسها، عشان طلبت بحقوقهم اللي أنتوا قافلين عليها الإدراك في الوكالة. أتهزأ وأتهان وأنضرب بسببكم. ليه؟ عشان عايز أرد لكم جميل كم إنكم وقفتوا جنبي يعني لغاية ما كبرت وفتحت محل كبير زي ده يرضيكم. حرام عليك يا ريس سيستيمو، حرام عليك يا ريس سيستيمو، حرام عليك. مش كده دراعه كانت هتطلع في ايدك يا اخي. بروح ونكسب يا ريس سعيد. القن غلبان وكان عايز يقف جنبكم ويساعدكم. اخرس يالا، محدش طلب منكم مساعده. ابعد انت وهو، ابعد انت وهو افتح طريق. ماشي يا سعيد، ماشي يا ابو نسب. كل ده عشان ربنا فتحها عليه سيستيمو. معلش معلش يا اخويا، حقك عليا انا روح دمك. انتوا شاهدين؟ ايوه انا في حد. لا انا مش عملت كل خير. روح دمك يا كن يا اخويا. غلطانة يا قطة. غلطانة ليه يا خالتي؟ علشان عايزة عيالي يعيشوا معايا؟ ده هما الحاجة الوحيدة اللي طلعت بيها من الدنيا. ما تعقليها يا أمين. يا اختي ده أنا غلبت وغلب حماري، هي اللي غاوية تشيل على دماغها. خلاص هي حرة تشيل بقى. أها، إحنا بنتكلم في حاجة وأنت يا قمر بتتكلمي في حاجة تانية خالص. أنا بقول الحق يا قطة، واللي يزعل بقى يتفلق. انت لا همك عيالك ولا دياوله، انت بس عاوزه تغيظيه وكدي فيه. عيالي عيالي دول ولا مش عيالي؟ عيالك يا قطم، ما قلناش حاجه، انما احنا بقى مش عايزين نقلب القديم على الجديد. كفايه اللي حصل. لا مش كفايه يا خالتي، مش كفايه. يوريني بقى المره دي هيقدر يعمل ايه. لا من ناحيه يقدر، يقدر اسم النبي حارسه. ده بيتصرف الاول وبعدين يفكر. خلاص خليه بقى يجلب روح المشاكل، البلد دي فيها قانون وحكومه، هما هيجيبوا لي حقي. يعني اللي في دماغك في دماغك يا قطه. من جهتك دي على راسي يا خالتي، بس حطي روحك مطرحي. لو دول ولادك كنت هتسيبيهم؟ ماشي يا بنت اختي، انا قلت انزل اعمل اللي علي، لكن الظاهر ما فيش فايده. فوتكوا بعافيه. بقولك يا خالتي، قولي لسعيد ينزل الولاد من غير مشاكل، احنا جيران واهل وفي عشره بينا. لكن بقى لو ركب دماغه ما يرجعش يلوم حد غير نفسه. خلاص بقى يا معلم كنه، ما تزعلش نفسك، اشرب وروق دمك. لو حد اتعرض لك يا معلم كنه احنا ناكله بسناننا. مش كلام الفراهين، احنا كلنا بداك يا معلم كن. احنا كلنا بداك يا معلم كن. ولا تزعل نفسك يا معلم كن، طول عمرك عادل وطول عمر الشجر العالي يتلقى بالطوب. تشكر يا طلعت، اوعى تكون زعلان مني بامانه، انا طول عمري بحبك. لا خلاص اللي فات مات يا طلعت. انا اللي مزعلني العالم دي، لما ربنا اداهم ما اعترضناش، طب لما ربنا يدينا بيبصوا لنا ليه؟ ربنا على الظالم والمفتري وابن الحرام. ربنا يهد القوي. ناس ما عندهاش ضمير ولا اخلاق. حسبي الله ونعم الوكيل. كل كبير فيه اكبر منه. اتفضل. اجتماع القمه بدا يا سيدي. ما دام بدا يبقى مش هيوصلوا لحاجه. اليافطه وصلت يا سيدي المعلمين. قشطه، ربك مع المنكسرين جابر. بينا نتفرج يا رجاله. Come on, 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 come on
باس. ألف مبروك يا باس. الخرب بيت دي حكاية. الله يخرب بيتك يا سيستم. ما هو زغل العنايه من الفلوس برضه يا ريس، لازم يبقوا كلاب ويبوسوا تراب رجليه. بس الفلوس دي كلها جت منين؟ اكيد سرقها ولا نهبها. هما كسبانهم في الطنبله. لازم نعرف بالظبط ازاي. وفي طريقتين، بس هنبدا بالاسهل الاول. امورنا يا ريس واحنا علينا التنفيذ. تحب نجيبولك من قفاه؟ لا مش هو. امال مين يا ريس؟ قدامك حاجه بالاتنين، يا تيجي بالذوق يا تيجي بالعافيه. اختار الذوق طبعا. اتفضل يلا يلا. بص كده الحين اسيب المعلمين. المعلم كان اهلا وسهلا. اهلا، ازيك يا عجه؟ والله العظيم يا ريس سعيد اني ما اعرف اي حاجه عن اي حاجه. اللهم لك انت بتعيش كده ليه؟ تاخد لك حجر نعاس البحريني دب يجلي صدرك، ولا تحب الاول تشرب لك حاجه تطري على قلبك؟ لا ما يغركش المكان ده، احنا هنا عندنا كل حاجه من اللي حبها قلبك. سيبوني اروح يدبكم فيها سوا. لا يا عجة، تروح تروح فين؟ هو دخول الحمام زي خروجه؟ اقعد يا عجة. بقولك اقعد. قولي بقى تشرب ايه؟ ولا حاجة. ده ما ينفعش. كشري، شاي كشري. هات له شاي يا عنتر. لحظة، تحب السكر بتاعك جوه ولا بره؟ تحب الشاي بنعناع ولا من غير؟ يعني زي ما تحب. طب هات له شاي بنعناع يا عنتر وسكر بره. جوه عنتر من جوه يا عنتر. ايوه كده يا هجه. لحسن الريس الكن يقول علينا بخل وما بنكرمش الرجاله بتوعه، مش كده؟ هو الكن بقى ريس وراخر، مش كده يا هجه؟